أحبه الله سبحانه وتعالى من صدق ومن بساطة أسلوب ومن تطوير في الخطاب المسجدي، فجزاه الله عنا وعن الأمة خير الجزاء. وهو في الحق شيخ متخصص في المخدرات، اختصاص إمام اختصاص مخدرات، إن شاء الله ربي ينفع به. فنحن سعداء وينتابنا شعور نبيل بهذا الحضور الطيب الكريم مع الشيوخ الفضلاء، وأظن خير ما نفتح به قلوبنا وأسماعنا آيات بينات من ذكر الله الحكيم. يتفضل الأستاذ الفاضل الجلول يشنف أسماعنا، بالعكس ما خارج الحروف تخلصينا كيكون النيف هكذا ما هو شنف. آية بقط في فن أروح شيخ أنا بالبركة هذا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. طيب الله هذه الأنفاس، جزاك الله كل خير. أيها الأحبة أيها الأكارم، في الحقيقة عندما نلتقي في مثل هذه المجالس لا يسعنا إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وعلى نعمة الأخوة وكفى بها نعمة، وعلى نعمة الجماعة وكفى بها نعمة، وعلى نعمة محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بها نعمة. فالحديث اليوم في الحقيقة سنتركه لفضيلة الشيخ. ومن طيب ما قرأت هذه الأيام ثلاث مفردات في القرآن الكريم دكتور عماد، فيه مفردة حددها الله سبحانه وتعالى في السياق القرآني: غافر وغفور وغفار. فدفعني الفضول العلمي على أن أبحث في التفسير وأسأل نفسي مثل ما تسألون عندما تستوقفكم بعض المفردات في كتاب الله سبحانه وتعالى وأنتم تجلسون معه، لماذا هذه الدلالات؟ بعيدا عن اللغة وعلى تصاريف اللغة وعلى تشعبات اللغة، فعجبني التخريج لأحد الأساتذة عندما قال: علم الله سبحانه وتعالى أن عبده كثير الخطأ أو يخطئ، فكان غافرا لزلاته وذنوبه، وإذا أعاد الكرة تحول الله تعالى في الدلالة القرآنية من غافر بصيغة اسم الفاعل إلى غفور على وزن فعول، وعندما تكرر خطأك مرة ثانية وثالثة ورابعة كان غفارا دليلا على كثرة. على قدر الزلل على قدر غفرانه، وعلى قدر الأوبة على قدر غفرانه سبحانه وتعالى. وأظن أن في هذا المعنى سيكون حديث فضيلة الشيخ الطاهر إلى إخوانه وأبنائه حول هذا الموضوع بالذات، ولعل في الحاضرين والحاضرات معنا كذلك من يهفو سمعه وقلبه لأن يستمع للشيخ. فبدون إطالة يتفضل فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجملها من جلسة في هنا، في الحقيقة جينا عطلة على ذلك الحين اللاتيني تاعنا،
على هذيك الحين الزي الرسمي. فإذا الحمد لله أريح ما يكون هو أن نجلس بين أيديكم ونحكي على دين الله سبحانه وتعالى. وإحنا ديروها رانا قصارين في سهرة مع بعضنا البعض إن شاء الله، لأننا كلنا ذو خطأ، كاملنا نغلطوا، كاملنا ندير الذنوب. وكما تفضل الأستاذ، والله سبحانه وتعالى غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. الآن حبيت أن ننطلق بواحد المنطلق، وهو ما معنى الخطر؟ وشن هو الخطر اللي يقدر الإنسان راح يخاف منه في حياته الخطر؟ وبدنا نوصلوا بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، ونبقوا نحوم دائما تحت رحمة الله عز وجل وغفرانه، كما هو أكيد أن موضوعنا لا نتكلم إلا والله سبحانه وتعالى يعمنا بمغفرته ورحمته. هذا أمر أكيد راح نقول له، وراح نجعله هو الدواء نتاعنا، وهو غفران الله عز وجل وسعة رحمته. الآن أنا حبيت نخاطب عقولنا كما رانا كامل، إحنا كلمة تشملنا كامل، من أتقى واحد فينا إلى أبعد واحد الآن في هذه المرحلة، أبعد واحد عن الله سبحانه وتعالى، لربما راه داخل في مغارة كبيرة وطايح في بير كبير. هذاك البير اللي نقدروا كامل نطيحوا فيه كامل. فقبل قليل كنا نحكيه في مجمع هدايا، وكامل نحكيه على الدين، وكامل ما شاء الله، وكامل مصلين في جماعة صغيرة معنا الدكتور. قلت له سبحان الله، قلت له شوف احنا كيما رانا هكذا، رانا نهديو في الناس ونعلمو الناس كذا، وكان ربي يرفع علينا العناية تاعو نروحو نعطو نسكرو عادي. يعني وكان ربي برك هكذا ينحينا العناية، ربي ومعتني بينا برك، والله يتقبل ويحفظنا ويسترنا جميعا. وهذاك خونا اللي راهو مسكين بعيد، هذاك ربي دوك يعتني به ولي خير منا عادي، ماشي مشكل. لأنه الأمر ما هو بيدي ولا بيدك، بيد مولانا سبحانه وتعالى. ولهذا احنا يقدر الإنسان يفكر في واحد الحاجة، أنا نحبك تفكر فقط، فكر فقط التوب وحدك، فكر فكر، أعطي تفكير روحك، ما تمشيش هكذا برك، رانا قصارين، أنا عايشين، أنا نطبعوا، لا 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 لا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما خلقناش ربي للعبث، خلقنا ربي سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته، ونعيش حياتنا عادي كما كنا نحكيه قبل أمس، نعيش حياتنا ما عندناش مشكل، نلعبوا نقصروا نديروا أمور، هذه راح نتكلموا عليها من بعد إن شاء الله. بصح كاينه حاجة لازم تكون تفكر، لازم تكون عندك عقل تفقه به، حتى وتكون أنت سكران تفكر. وأنا عجبني مواقف جلست مع بعض الناس على شواطئ البحر، يعني قبل سنوات جلست مع ناس لقيتهم سكرانين، قصرت معهم لقيته يبكي سكران، يبكي يقول لي أنا وراني رايح بها، يحكي تقول إمام، تقول إمام ما عرف كي يشرب زاد عليه الحال ولا كيف، يعني إمام يحكي يقول لي أنا نبكي، يبكي يشهق بالبكاء، يقول لي أنا وراني رايح بها، أنا وكان نموت هكذا وأنا كذا. يعني قلت له سبحان الله العظيم، أعطاك ربي عقل أنت توب أنت إن شاء الله، ما دام تفكر خلاص، يعني ما دام راك تفكر راك في خير كبير إن شاء الله. ولهذا شوف الآن كي نفكروا حنا دوكا مع بعضنا هكذا، خلينا نديروا شغل اجتماع ونقصروا بيناتنا ونسألوا بعضنا وش هو الخطر اللي لازم نخافوا منه. وكي تكون تسوق انت تسوق، يقولوا لك على بالك راه شوف من الدوره مليكة او كاين باراج، واش دير تسقم السبته وتنحي تحط التليفون بالك ترد بالك وتسقم روحك، علاه؟ خايف من خطوره العقوبه. ولو كان تكون تسوق وتلقى بلاكه حذاري منعرج، واش دير تنقص لافيتاس تقول راني بالعائله، لو كان نكمل 180 ولا 120 ولا كذا راح ندخل، اذا نقص نقص. علاه؟ لانه هذيك البلاك هذيك اللي فيها الاحمر هذيك وشفتها بالمثلث راهي معناتها تندر الانسان على عقل العقل يفكر في حاجه معينه فيعطي للجسم امر. اذا العلماء وش يقولوا؟ يقولوا كاين واحد الماده في جسم الانسان، نقولوا في الانسان احسن، واحد الماده في الانسان هي تسمى الخوف. هذاك الخوف هذاك هو اللي يحافظ على الانسان. والخوف عندنا انواع، الخوف تاعنا عندنا انواع، كاين خوف ما لازمش يكون فيك، وهو الخوف اللي يخليك تولي جبان، تخاف تولي جبان، خايف خايف انك تدير حاجه تقول لك روح تخدم على روحك، روح تسترزق ولا اني خايف ما ننجحش، روح دير مشروع اني خايف ما ننجحش، روح افتح حانوت اني خايف ما ننجحش، روح تخدم اني خايف تسمى ما دير والو، رياضي روح دير كومبا خايف يضربوني خايف نخسر، روح تلعب سي جاء زهرك، روح توكل كما نقولوا احنا توكل على الله، سي الحظ تاعك، اني خايف ما نقدرش انا نخاف. هذاك اللي يخاف هو كيما الطياره الحابسه،
طيارة حبسة مصر لها والو، بصح عمرها ما تنجح، عمرها ما تطير 100% ما يسمى تطيحش، ما تطيحش كي انت كي تقعد حابس 100% ما تغلطش، بصح ما تدير والو، ما تدير حتى إنجاز في حياتك. هذا الخوف، هذا النوع من الخوف، هذا اللي يخلي الإنسان عمره ما يتقدم. تجيك أنا شوفك تدير في حاجة، أنا خايف لو كان نروح ننصحه يبدا يسب فيا، ما ننصحش حياتي كامل ما ننصحش الناس. وربي قال عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا كي يكون أنايا فيا الخير ماذا بيا خويا هذاك اللي راه في هاوية، ماذا بيا نمدلو يدي ويولي في خير كيما أنايا. إذن الخوف منك، نخاف منك أنك أنت تسبني وكذا نولي ما ننصحش. إذن كاين واحد الخوف يربي فينا الجبن، وهو الذي هذا الخوف، هذا النوع من الخوف هو الذي ربى القاعدين في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. ما حبوش يروحوا يجاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حبوش يرفعوا راية الإسلام، ما حبوش يديروا إنجازات. كاين الناس خافت على أموالها، قعدوا ماذا؟ كفار مع قريش قعدوا وهي اللي خلات هرقل عظيم الروم يخاف من الهياقنة تاعو، من الحشية تاعو خاف. هو في البداية أسلم، بعد كي شاف الهياقنة هاص وهيصة واحدة حبس، لا قال لهم كنت نجرب فيكم، خاف على الملك تاعو، مات كافر. وبصح الشجاعة اللي كانت موجودة في من؟ في النجاشي. ناضوا عيطوا الهياقنة تاعو، ناضوا عيطوا، قالوا له كيفاش تدخل في الإسلام؟ قال لهم عيطوا ولا قعدوا. دخل في الإسلام النجاشي رحمه الله، رضي الله عنه، وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. شوف الفرق بين هذا وهذا. كاين واحد الخوف يخليك تتربى جبان، الله يعافينا ويعافيك، هذاك الخوف ماشي مليح. وكاين واحد النوع الثاني من الخوف، وهو الذي يسمى أخطر خوف، وهو الخوف من المجهول في المستقبل. يبدأ إنسان خايف من المستقبل، يولي بخيل، أصرف على نفسك، لا العقوبة، السنة، لازم تخطف، لازم تعمر، لازم تدير، خايف البترول راح يخلص، الدينار راح يزيد يطيح، والدنيا رايحة تزيد وتفسد، والأمور راح تزيد تغلق، ويجمع مجموعة من الأخبار السلبية اللي تخلي الإنسان خايف من حاجة معينة. وطبيعة الإنسان يخاف من المستقبل، يخاف من المجهول، أي حاجة تغيب لنا المعلومات فيها نخافوا منها. علاش حنا نخافوا من الظلمة؟ نشوف ندخلك في غابة دركا نقول لك روح ادخل، نقول لي نخاف من واش؟ خايف من الشجرة، نقول لك نخاف ما على باليش راح يخرج لي، ما على باليش من واش، بصح نخاف. نقول لك هاو غار، غار دخل يدك فيه، تقول لي ما نقدرش ندخل، بالك كاين حاجة، بالك لفعة، بالك عقرب، ما نقدرش ندخل. أي حاجة مجهولة ما نعرفوهاش نخافوا منها. على هذيك البحر الناس يخافوا منه في الليل، هو في النهار يدخل عادي، جيب طفل صغير يقول لك لا في الليل أنا ما نعومش، كاين الظلمة، الظلمة نخافوا منها. لذلك الإنسان يخاف من المجهول. الشيطان يجيك هنا في الفطرة هذه، وهي الخوف من المجهول اللي فيه احتمالات بزاف. هذا الخوف هذا من المجهول واش يدير لنا؟ الشيطان يجي يقول لك اسمع، رايحه وتزيد تصعب، رايحه وتزيد كذا، والناس كامل ولاو ذيابه، والناس كامل كذا، والناس كذا، وما تقدرش تعيش وما كاش. ومن بعد واش دير نتايا؟ تولي تروح للحرام، تقول الشهريه ما تكفيش، ومستحيل راح نقدر ندير الدار، ومستحيل كذا، ومستحيل كذا، يلا نروحوا للحرام. على هذيك دوك شبابنا، شبابنا كي نقصروا مع الناس اللي تبيع المخدرات، كي تحكي معاه تقصر معاه يقول لك انا راح نخدم يعطوني 3 ملايين 4 ملايين، ومن بعد وقتاش ندير، وقتاش نتزوج، وقتاش ندير التاويل. شوف الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شيطان، شيطان يخليك دائما ما كاش، ما نقدرش، ما نعملش. حنا نتمناو الانسان يدخل مليار في النهار. ماذا بينا الانسان المسلم يكون غني، مسلم يكون قوي، عنده الغنى تاع ابي بكر ولا عمر ولا عبد الرحمن بن عوف ولا غيره من الصحابه، عثمان بن عفان. ماذا بينا؟ المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. بصح الان انت لما يكون عندك هذاك هو المقدار تاعك، على خايف المستقبل؟ المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا شوف الان غير نخافوا ناكلوا الحرام، ولهذا لا يوجد احد ياكل الحرام الا وهو خايف من المستقبل. هذا خوف يضرب لك العقيده تاعك، ينقص لك التوكل على الله. ولذلك شوف نعطيكم مثال، واحد خارج من داره وشاف قطك حل، اقول لك استنى تشوف اليوم المشروع هذاك ما نروحش نديره، هذا النحس هذا والعياذ بالله ما نروحش. شفت الطيره يسموها الطيره، النبي عليه الصلاه والسلام واش قال؟ الطيره شرك، الطيره شرك. بكري بكري علاش يسموها الطيره؟ يحكموا الطير هذاك ويجي خارج ويرميه، يقول لك الى زعما انا راح نسافر، واحد راح يسافر يقول لك انا الطير هذا نرميه، الى راح على اليمنى نسافر، معليش روح سافر ما حصر لي والو، وإذا كان راح على اليسرى ما نسافرش هذاك النهار. علاه؟ يقول لك تسمى حصر لي حاجه.
هذه سموها الطيرة، هذه شرك بالله سبحانه وتعالى. دوك أنا لو كان نرفد بياسة تاع 10,000 ونقول دوك أنا راح نسافر ولا ما نسافرش، نعوم ولا ما نعومش، ندير هذيك الحاجة ولا ما نديرهاش، وندير هكذا ونقول لا طحت منا، نديرها لا طحت منا ما نديرهاش، طيرة شرك بالله. شرك كي ماشي كيما القرعة، القرعة وكان نقرع بين هذا وهذا، نقول لهم شكون يجي معايا؟ أنا ندير لكم القرعة، هذيك القرعة حلال هذيك سنة. بصح الأخرى طيرة. الأخرى علاه؟ الأخرى ضعفت لي التوكل على الله. ما توكلتش على الله، خفت ومشيت. ربي هنا ما يحب الناس. بصح التفاؤل، الفأل الخير يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. الفأل واش هو الفأل؟ أني أنا سمعت حاجة تاع خير. زعما مثلا أني نستنى الريزلتا تخرج. عقبت مسابقة ولا نستنى القائمة تخرج. وسمعت واحد يعيط يا رابح ولا يا بشرى يعيط. قلت ها فأل خير. ولا واحد راح يتكلم باش يخطب امراه ولا ويسمع الزغاريت يقول هاي فال خير الخير فال خير هذا هذه مليحه كان يحبها الرسول عليه الصلاه والسلام. علاش الفال هذا مليح والطيره مش مليحه؟ حرام شرك، لان الطيره ضعف لك التوكل على الله والفال يزيدك توكلا. تقول ما شاء الله ما نزيد نكمل فال خير او زغريت اي روح نحكم باباها ونقصر معاه ماله نتوكل على الله ونروح نصدم. اذا الان وش عندنا؟ عندنا حاجه يسموها الخوف تقدح لنا في العقيده نتاعنا. وهذوما كامل راني في المقدمه برك باش نديرها مبالياج كما يقولوا باش نحيو كامل المفاهيم اللي ممكن تخلط علينا. وكاين ما يسمى بالخوف من الله وعاقبه الله. وهذا هو الخوف هنا، هذا الخوف اللي راح نتكلموا عليه الان. هذا هو منه ماشي راح نتكلموا عليه وحده وانما سيكون منطلق كلامنا الان. الخوف، الخوف اللي يدفعك انت باش تفكر. الخوف اللي يخليك انت باش تزيد في الهمه تاعك. الخوف اللي يخليك انت الانسان تضحي ببعض المباحات على جال باش تحقق نجاحات. وانا نقدر ننطلق لك من مفهوم واقعي في عندنا موجود، عندنا موجود، وهو الخوف الذي يقذف في نفسيه النجباء. نتكلموا بالدرجه. شو كاين واحد الناس نعيطوا لهم حنا في القرايه الخباشين، اللي يقراوا مليح. هذوك اللي يقراوا مليح هذوك خباشين. هذوك اللي يقراوا مليح واش يديروا هذو؟ هذا احيا قبل الباك، هذاك من بعد جاب 18، جاب 17 الباك تاعو، جاب 17 ومن بعد كنت ضربوا عليه طلعنا خرجت ريزلت نقولوا شحال جبت الباك 17، اضرب طلع على شعره قدنا هكذا ما عندوش الوقت باش يحفر شعره، وضرب طلع على الشومبره تاعو اللي يقرا فيها مخروبه كامله الكتابات والكراريس والدنيا، ونقول له اسمع كاش ما قصرت كاش ما حكيت والو. هذاك الانسان اللي جاب 17 روح احكي معاه قبل الباك بواحد شهرين ولا ثلاثة قول له روح نضربوا تحويسة والو يا حلال التحواس. لا 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 أنا عندي هدف آخر، أنا خايف نخسر، أنا خايف ما نجيبش مليح. هذاك الإنسان هذاك عنده خوف خلاه يخدم. الخوف اللي يخليك تخدم هذاك هو الخوف اللي ربي يطلبه منك. هذاك هو الخوف اللي خلاك أنت تفكر تقول أنني خايف نموت كيما مات صاحبي سكنة. شوف الآن عندنا ناس ندفنهم أوفر دوز، ناس ماتوا اوفر دوز، كاين ناس ماتوا مقتولين ضارب مع صاحبه كانوا سكرانين ماتوا، كاين ناس ماتوا هو يسرق، كاين ما الناس بلا عسل عقليمه ولا كذا راح، وغيرها وغيرها وغيرها. وكاين ناس خرجوا فيهم دعاوي تاع الناس، دعاوا عليه الناس، جاتوا الضربه تاع ربي، ينتقم ربي من للناس هذوك مظلومين. وحنا نشوفوا في الدروس قدامنا صاحبنا هذا يسكر معانا ويبلع معانا ويمشي معانا ويسرق معانا، جاتوا الضربه قدامنا دينا الدرس وشفناه كيفاش تندفن ومات. هذاك الانسان هذاك حنا خفنا حبس ماله، حضرنا الجنازه الله يرحمه اخونا هذا وربي يتجاوز عنه، بصح مات واحد الموته شينه الله يسترنا. انا ما نموتش هكذا، انت خفت هنايا الخوف اللي جا في قلبك هنا ما نحلكش الرجوله تاعك، بالعكس راح يزيد يرجعك راجل. هذا الخوف هذا ماكش خايف من الظلمه، ماكش خايف من الغابه، راك خايف من الله، خايف انك تموت وربي غاضب عليك. هذا النوع بتاع الخوف هذا ربي عز وجل وش قال؟ انفع لنا خوف وامرنا بخوف فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. قال لك ما تخافش هذوك الكفار اللي راهم جامعين لك وده، ما تخافش انا ندبر الامر، ربي هو يتحكم في الامور. قال لك ما تخافش من هذوك اللي خايف منهم اليهود ولا فلان ولا فلان، ما تخافش منهم. قال لك خافوني انا، حاب تربح خافني انا، خافني انا لاني حاكم الروح نتاعك، خافني انا اللي حاكم الرزق نتاعك، خافني انا اللي دوك الان نقول كن فيكون، تخافني انا اللي خلقتك، انا مولاك، انا ربك الاعلى، تخاف الله.
كي تخاف الله اسمع مليح يبدا النجاح تاعك. تبدا تفكر، تبدا تعود تقول حبس وراني رايح بها، بالك انا كما تدين تدان ولا لا؟ لا تقول نظلم الناس دركا غدوه من غدوه يظلموني، نتعدى على بنت الناس دركا غدوه يعودوا عندي بنات في حجري يتعدوا لي على بناتي، ندير نخون هنا الان مع فلان بالك يتخون مع زوجتي، ندير هذه ندير هذه. نخاف، نخاف من العاقبه في الدنيا، تخاف كما تدين وتدان، ونخاف مع الله ممكن ندير ذنب يكون غلطه العمر نتاعي. كاين ذنوب، كاين ذنوب دير واش حبيت، ان الله يغفر الذنوب جميعا، بصح كاين ذنوب تما ربي ما يكريدينهمش. اذا صح التعبير نقولوا احنا ربي يخلص في الحين، ولهذا كم من انسان قسم الله ظهره في الحين، لانه علاش تعدى حدود الله، نسال الله يعافينا ويعافيكم، احنا ما تمناو حتى انسان. ما كاش شوف انا ما كاش واحد يقطع لي القلب نتاعي كي يموت كيما يموت انسان سكران ولا يموت مسكين بعيد على طريق. كاين ناس تستشفى بصح هذاك يغيظك، كي يدخل هذاك الجهنم احنا واش نربحوا؟ كش ما نربحوا احنا حاجه، ما نربحوا والو، يغيظنا واحد يموت يروح الجهنم، علاه يموت؟ علاه ما نسلكوش؟ علاه ما نعطولوش يدينا؟ علاه ما نعطولوش رحمه الله؟ نقولوا له بلي الله يغفر الذنوب جميعا. اذا احنا واش نديروا؟ عندنا واحد الخوف، هذاك الخوف هذاك باش يكون عندنا ليكيليبراج ويكون عندنا التوازن، نحطوا معاه الطمع في الله. نديروا معاه الطمع، راني خايف، اني خايف نموت وانا سكران، اني خايف نكبر على هذه الطريقه. نخاف. والله شوفوا يا اخوتي احنا الحمد لله ربي يعني حفظنا وان شاء الله يحفظ خاوتنا جميعا ويتوب علينا جميعا. شوف الانسان اللي يفكر ويغيظوه الناس تاع الصح ويخاف على روحه ثانيه، شوف لازم يكون عنده عقل، كي تشوف اي حاجه تفكر يكون عندك عقل فكر، ويكون عندك قلب يتحرك مشاعر باش تولي صح انسان ناجح. شوف سبحان الله مشينا في 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 فرنسا في اوبرفيلي شو بورت لافيلات، مشينا الناس اللي تعرف فرنسا يعرفوا هاد الحوايج هذا. ورحنا شفنا زرنا خاوتنا الناس مساكن اللي باتوا برا ولي زالكوليك، ورحنا شفنا الناس اللي زالكوليك، شفنا الناس اللي كبروا. وقفت مع ناس 70 سنه، 70 سنه من اللي كان في عمره 18 سنه وهو يشرب حتى 70 سنه، حاط الخمر قدامه قلت له وقف نوض، ما قدرش ينوض خلاص. انا بكيت قلت شوف سبحان الله هذا الانسان هذا حياته كامل الله يتوب عليه يا رب. شوف الان وعلى جميع اخواننا اللي مبتلين ان شاء الله، شوف هذا الانسان هذا كي تشوف انت، انا تما قلت في نفسي لو كان جيت انا دوكا نسكر ولا نشرب الخمر ولا نبلع الكاشي ولا نتناول الغبره ولا اي حاجه، هنا نورمالمون يديكرونشي العقل تاعي. شوف هذا الانسان من اللي كان صغير ما عاش حياته كامله وهو غير يشرب، يشرب حتى فات 70 سنه الله يعافينا. هذا راحت له شاب نشا في طاعه الله، راحت التوبه مسكين هالدرك مسكين راح عقل ما كاش خلاص. نسال الله يتوب عليه، نسال الله يتوب عليه. احنا نتمنوا ربي عز وجل يوريه لنا في الفردوس الاعلى ان شاء الله. اذا الناس كيما هذو كي تشوف انت روحك، انا راني نسكر مثلا شوف روحي هكذا لازم تما يديكونشي العقل تاعي. جلسنا بابا نولي هكذا، انا حنولي كيما هذا لازم انا نحبس. هذا هو الخوف اللي يربي الناس، هذا هو الخوف اللي يخليك توب، هذا هو الخوف اللي يخليك ديما تخدم العقل تاعو وتقول انا وراني رايح بها. وكيفاش نلاقي ربي سبحانه وتعالى؟ على بالك ربي عز وجل اعطانا ايات تهز القلوب تخليك والله ما توقف تحبس رجلك تفشل. كيقول ربي عز وجل ان عذابي لشديد، وحنا احيانا درسه تعوق اللي خلقك وانت تعيط درسه واحده، ونشعل لك بريكي درك حط يدك برك بريكي برك حط يدك. قبل امس نشوف في تصوير نوعي كما يقولوا حنايا للبراكين، من احسن ما صور لي في البراكين عن طريق الدرون، يعني صوروه بالدرون بالطائره هذيك، صوروا بركان، هذه صوره جديده فيديو جديد وبث الان في وسائل التواصل الاجتماعي. قاعد نتفرج فيه قبل امس نشوف كيفاش راحت هذيك الدرون ودخلت لداخل الفولكون هذاك البركان، وصورت لنا البركان كيفاش بدا يطلع في ايسلندا وكيفاش طلع هذاك البركان هذاك، ومن بعد ولا غليان نتاع النار. قلت سبحان الله، شوف لنار جهنم اشد حرا، نار جهنم اشد حرا من هذه، يعني احنا ما نقدروش والله ما نقدروا لها. شوف الان مرت علينا ايام الصيف، توقف بالحفه هنا في الرمل هذا ما تقدرش، تمشي بالحفه في الرمل هذا ما تقدرلوش. يعني الخوف من الله لازم يكون حاضر، لازم يكون حاضر عندنا، في نفس الوقت نطمع في رحمه الله.
عندنا رب رحيم يغفر الذنوب جميعا. ونقول لكم واش قال ربي سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما كاش حاجة تقول أنا خلاص، أنا راني معمر وشامل، أنا خلاص الدوسي تاعي سي فوتي خلاص، راه الحلال كلها معمرة كازي جوديسيار، الآن راهي معمرة كامل 5 سنين والجوج مات وكذا والناس وأنا محروق وكذا. نحي هذيك الحكاية، أنت تقدر تولي بطل، أنت تولي واحد من صحابتها، أنت راه تولي عندك أجر 50 من الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في ناس يجوا يعبدوا ربي دركا عندهم أجر 50 من الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت قادر توصل وتولي من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أولئك أحبابي، الناس آمنوا به ولم يروه. الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والراه اللي يجي يقدر يقنطك من رحمة الله، وهو ربي اللي خلقنا قال لك يا الذين أسرفوا على أنفسهم. نبدأ بهذه الكلمة، هذه عرف لي شكون إنسان أسرف على نفسه، وش هذاك الإنسان اللي راه يتكلم معهم ربي اللي عطاهم النداء هذا، شكون هما؟ أسرفوا على أنفسهم، عبوش معناتها أسرفوا على أنفسهم، معناتها داروا كل حاجة لا يرضاها الله، راحوا بعيد داروا كلش. وانت تخيل وش حبيت تقول، قول شربوا الخمر قتلوا داروا عملوا فاحشة داروا أشياء كثيرة، ما زال ربي ناديهم قل يا عبادي، ما زال يسقيلك عبدي. تخيلها، لو كان جاء أبوك الأب تاعك، لو كان جاء باباك ينحيك من كارنيه الفامي ولا لا لا، لو كان جاء الأب تاعك كان الناس يقولك هذا بهدلني دائما في المحكمة في المحكمة، ما هوش وليدي منه وروح، هذه البنت هذه جابت لي العار ما هيش بنتي منه وروح، خلاص نسأل الله يعافينا في ذريتنا يا رب العالمين. إذن الأب تاعك قد ما يصبر ويكون حنين عليك كي تمرق هاي يتبرى منك، ربي ما تبرأش منك، مازال يعيط لك يا عبادي. كما قلت لهم انا واحد النهار قلت لهم لو كان جينا فينا شويه الحياه ربي مازلنا احنا بعاد وهو مازال يعيطنا يا عبادي، والله نستحي ونعاود نولوا كامل وش عملنا يا ربي مازال تعيط لنا تقولنا يا عبادي، والله غنولي على جل الكلمه هذه نولي، يعني مازلني عبدك، مازال تعيط لي عبادي. شوف وراني انا نبلع في الكاشي ونتناول في الغبره ونشرب في الخمر ونتبع في الفاحشه وندير في القمار وندير كلش ومازال تعيط لي يا عبادي، والله يحبسوا الان هذا يحبسوا الان ما دام الرب الرحيم ينادينا يا عبادي. وشوف واش قال ربي بعدها، لا تقنطوا من رحمه الله. اي واحد يجي يقنطك من رحمه الله قول له خليني مع ربي، انت ما عندك ما دخلك، خليني انا وربي سبحانه وتعالى، لانه ربي قال لي لا تقنط من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. انا نقول لكم واحد الكلمه، ردوا بالكم تغلطوا في حق الناس. شوفوا مليح، كاين واحد الانسان واحد المره، وهذه القصه والله دوك استحضرتها دوك الان استحضرتها واثرت فيا كثير. كان واحد الانسان والله من افجر خلق الله اللي نعرفه في حياتي، والله شوف بالك ما نعرفش ذنب ما داروش، ومعروف عند الناس اللي يسكن في الحي هذاك الامه كما تعرف باللي هذا الانسان من افجر خلق الله تبارك وتعالى. هذا الانسان يا خاوتي الكرام مات. كاين بعض الناس الجهال قال لك احنا هذا ما نصلوش عليها، هذا الانسان احنا ما نصلوش عليها والله ما ندوروا به وما نترحموا عليها، يعني رجعوه كافر كامل خلاص. وكاين الناس يشمتوا فيه، مات متشينه، مات كذا مات كذا مات كذا. انا كنت مسافر بعيد، كي جيت بديت نحكي نقصر مع الناس، حكيت مع اولاده وحكيت مع العائله تاعو كذا، قالوا لي والله الذي لا اله غيره غير قبل ما يموت غير شهرين وهو على الفراش يبكي ربي سبحانه وتعالى ويقول له يا ربي انه لا يغفر الذنوب الا انت. قالوا لي والله غير شهرين وهو يصلي في فراشه، شهرين قالوا لي وهو يسمع في الدروس تاعكم ويستغفر في الله عز وجل وتايب ربي سبحانه وتعالى توبه نصوحه. واش دخلك انت بينه وبين الله؟ احنا ما على بالناش بهذا الديطاي، ما على بالناش، بالك واحد دوك يطلع سكران منا هكذا يطلع في الغابه الفوق نلقاوه ميت، بالك قبل ما مات بالك سجد ربي واستغفر وتاب وبينه وبين الله. واش دخلنا احنا بيننا وبين ربي وبين الناس؟ لازم هاد الناس خلوهم مع الله، خليه مع ربي. هذاك اللي يقتل 100 نفس تعرفوا القصه ولا لا؟ لا هذاك نحكي لكم انا غير الحاجه اللي ما تعرفوهاش فيها. وشن هي؟ هذاك الانسان كي ضرب 99 يقتلهم، وراه فينا المجرم يقتل 99؟ ما كاش المخير تاعنا هنا والله ما يقتل 10 كاع.
المجرم الكبير ما قتلش 10 ولا 20، هذا قتل 99، قتلهم 99 ورجله ماشي حتيه بلع ما ضمكوراش، هذا اسمه رجله. هذا كي قتل 99 واش دار؟ هذا راح عند واحد قال لك هذا يا مدين وكذا نروحوا ليه يضل يصلي وكذا، نقول بالك كش من توب. قال له الله يرحم والديك انا قتلت 99 انسان، كش ما كاين توبه؟ قال له الاخر لا اجد لك من توبه. شو التوبه تاعو الاخر؟ شو الباب التوبه تاعو؟ تكلم كانه تاعو. قالوا انا لا اجد لك من توبه، كملوا. زاد قتلوا 100، عباك واش كي قتلوا في روايه واش قالوا؟ قالوا دعني وربي، انا هذه اللي نحبك تركز عليها. هذا يعني العاصي العاصي لسان حاله وكان روحه كامل غاشي، هذوما مرة متبرجة بعيدة على طريق ماشية في الفاحشة، إنسان ويسكر إنسان ويشرب إنسان ويسني في إنسان أو يدير أي حاجة، كان روحه ليه يقول هذاك عنده شعار يقول لك خليني أنا وربي، كيما تروح ليه يقول لك أنت ويسبك ويجيب لك، بصح ويحب ربي هو، خلي له هذيك هي هو وربي غير خليها له، خليه يحافظ عليها. ولذلك هذاك اللي قتل 99 واش دار؟ كي قال له ما كاش توبة واش قال له؟ قال له دعني وربي خليني انا وربي، اش دخلك انت؟ زاد قلت له ولو 100 ولو 100. كي راح عند انسان واحد اخر الناس العاقله اللي لازم حنا نكونوا كيما هما، قال له اني قاتل 100 على بالك؟ قالوا اني قاتل 100، قالوا فيها توبه ولا ما فيهاش؟ نزيد نكملك انت ثاني، قالوا فيها توبه ولا ما فيهاش؟ قالوا ومن يحول بينك وبين التوبه؟ قالوا شكون هذايا اللي يقدر يدخل روحه بينك وبين الله؟ اتصور انا دوك نقدر ندخل روحي بينك وبين الله؟ ما نقدرش ندخل، انا غير كي البلاكا تاع تقول لك الجي 400 كيلومتر، انا كي البلاكا اش بلاكا؟ نقول لك هاي طريق تاع ربي، ما عندي من يحكم فيك انا، اللي يحكم فيك هو الله، وعلاقتك انت بينك وبين الله، وانت اللي تبكي لله، وانت تدعيه تدعو الله سبحانه وتعالى، وانت اللي ترجع ترجع لله، واللي يقبل التوبه تاعك هو الله، انا غير انقيد برك، انقيد، وانا قادر نولي اكثر منك. اذا حنايا رانا قيدي قيدي وبعضنا هكذا، قال يا فلان هاي طريق منا، هذه ما تخرجش، هذه ما تخرجكش، هذه امباس، هذه راهي مش مليحه، روح منا طريقك هاي لك. ما شاء الله، هذا هكذاك حنا دايرين هكذاك، ونسال الله يديم علينا وعليكم العافيه. اذا هذاك الانسان واش قالوا؟ قالوا دعني وربي خليني انا والله، خليني انا والله. اذا انت ايها العاصي كون انت والله، نخلوك نخلوك هاي، روح ايا برونشي مع الله، ابكي له، ارجع لله سبحانه وتعالى. وحنا واجب علينا اننا ما نغلقوش عليك رحمه الله، لازم رحمه الله تكون موجوده، لازم رحمه الله نخلوك بينك وبينها. ولهذا شوف سبحان الله، هذا الانسان هذايا يموت على فراش الموت، وهو بالك ربما البكاء اللي بكاه ما بكيناش احنا في صلاتنا. انا نسيين، شوف نصلي بالناس نسيين، نبكي ما قدرتش، القلوب تاعنا قسات الله يا ربي لينها يا رب، شوف قسات قلوبنا. وكاين ناس مساكن عمره ما صلى وكذا، يجي لك يبدا يبكي لك، يقول لك انا درت ودرت، يبدا يغري يبكي، يقعد يبكي لي مسكين ويقول لي خليني حتى نمسح الدموع باش نخرج، فتح لي المقصوره نخرج. والله العظيم غير نحب نبكي معاه ما نقدرش، نقول هذا راه خير مني مسكين. الذنب رب ذنب ولد ماذا؟ ذلا وانكسارا بين يدي الله. شحال من انسان دار الذنوب، هذوك الذنوب انفيستي فيهم، قول انا مفرط في جنب الله، نروح قد ما نتصدق قليل، راني داير بزاف ذنوب، قد ما نستغفر قليل، قد ما نصلي قليل، هذاك راه مع الاذان، انا نروح قبل الاذان، هذاك خاطش تربى مليح، انا ما تربيتش مليح، انا كنت نسكر، كنت انا نروح بكري، هذاك دار حجه انا ندير 10، هذا دار عمره انا ندير 30، هذاك راه قرا ختم القران مره في الشهر انا نختم 80، علاه؟ انا نحس روحي مذنب، هذوك تربوا ما شاء الله. شفت انت الذنوب تاعك واش داروا لك؟ ديماروك مليح. خلاو هذاك الذنب تاعك ولا لك موتور، هو اللي خلاك تشعل، هو اللي خلاك تمشي. رب ذنب ولد ذلا وانكسارا، هذاك الذنب اللي خلاك انت تولي مذلول عند ربي، تقول يا ربي اغفر لي، معليش انا نبكي على روحي، نبكي على الخطيئه تاعي، نستغفر الله. حتى وانت راك تترفع عند الله، ربي مسح لك ومشاك وطلعك طلعك طلعك، وانت مازالك تستغفر وخايف بالك ما غفرلكش، حتى وصلك وصلك المقام كبير، وصلك المقام كبير، يعني يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك شوفوا سبحان الله، الحياة مع القرآن الكريم ومع الله هي اللي تخلينا نرجع، ورحمة الله واسعة، وتقول ما أرحم الله، وتزيد تحب الله أكثر وأكثر. وشوف سبحان الله وش قال ربي عز وجل، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوفوا كلمة جميعا، جميعا عبكش معناتها، معناتها يغفر الذنوب مهما كانت كما ونوعا، هذه كلمة جميعا. جميعا هذه من البلاغه القرانيه، جمعت لنا جميعا. ولذلك انا كي يتصل بيا واحد ولا يجي يهضر معايا انسان، قول لي يا شيخ انا نحكي لك واحد الذنوب درتهم، قول لي لا ربي يغفر لي ولا ما يغفر لي، يقول له حبس كيما راك، حبس كيما راك.
مهما كانت الذنوب اللي درتها يغفرها الله، دخلت جميعا. ربي كي قالك جميعا واش معناتها؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا. نداء، نداء لمن؟ يا اللي راكم تسكروا، يا اللي راكم تبلعوا، يا اللي راكم تسرقوا، يا اللي راكم تديروا، يا اللي راكم تديروا، انا ربي يقول لك انا انت راك عبدي، مازالك عبدي، ما بعدتكش، مازالك عبدي، استحي مالا. ويقول لك ما تقلقش من رحمه الله، انا نغفر الذنوب جميعا. واش معناتها جميعا؟ يا ربي 60 سنه وانا ما عليش جميعا، يا ربي على بالك ديت بزاف، سرقت بزاف جميعا، يا ربي راني درت فاحشه بزاف جميعا، شد جميعا، دخلت تحتها واش حبيت. ولهذا خليني نحكي لكم واحد القصه. احنا قالوا علينا قصاصين، نقصوا الحاجه اللي تنفع ان شاء الله. اه هذه هي العبره ان شاء الله. القران يقص كما قال هذاك علي جابر الفيفي في كتاب اليوسفيات، قال لهم نحن نقص عليك احسن القصص، قال لهم القران يقص، الله يقص، يقص. مالاش نقصوا القصص الضعيفه ولا الفساد ولا خرافات ولا مالاش نقول لك انا جاني فلان في المنام ولا لا، انا نحكي لك حاجه واقعيه عشناها ناخذوها للعبره. انا تكلمت على الايه هذه وقلت جميعا زوج من خواتاتنا البنات اللي كانوا مشاكل يشتغلون في الحرام، خدمتهم الحرام، عيطوا لي من مكان معروف بالحرام، والله العظيم كل وحده وحدها، وحده ما تعرف وحده، عيطوا لي سبحان الله في يوم واحد قالوا لي شوف احنا خدمتنا اللي ما يتوبوش منها، قالوا لي ولكن كلمه جميعا والله العظيم غير توبتنا، والله قالوا لي والله غير عدنا اشهر والله ما ارتكبنا الحرام ورانا ناكلوا الحلال وتوبنا توبه نصوحه والحمد لله. كل وحده منهم حكت لي نفس الكلمه وكانها تعرف الاخرى، والله العظيم قالت لي كلمه جميعا هذيك وكلمه يا عبادي هذيك اللي خلاتنا نرجعوا، عرفنا بلي كاين رب الرحيم مازال فاتح التوبه، لانه احنا واش درنا؟ احنا جينا وقفنا في الفيترينا وغلقنا على الناس باب التوبه. ولينا نقولوا هذا تخلص عليه، هذا باين كيفاش راح يموت، هذا وين نعرف؟ احنا ربي سبحانه وتعالى، واحنا رانا ارباب من دون الله، ياك ربي يمد رحمته. وربي عز وجل قادر يذل انسان يبطل الصلاه في اخر عمره ويموت، قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يبقى بينه وبينها الا شبر او ذراع. فيعمل بعمل اهل النار فيموت على ذلك فيكون من اهل النار، نسال الله السلامه والعافيه. هذا يخوف ولا لا؟ وكاين ناس: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه اهل النار، حياته كامل مسكين في هاويه في الخمر في كذا، ومن بعد دقيقه الاخرى مسكين طيب قلبه مليح كذا، دقيقه الاخرى بقى له عام عامين، وليداتو خلصوا له عمره واستحى وصلى وراح دوش وحكم طريقه وبطل هذوك الامور كامل تاع دعاوي الشر، صلى واحد العام عامين في السبعينات ولا الستينات وربي يتقبل منه، وكان من اهل الصف الاول وراح يصلي في الجامع ومات موته زينه ما شاء الله. ربي يتقبل منه وكان من اهل الجنه. فاذا الان واحد يختار فينا كيما يموت، او ربي اللي يختار، نسال الله يختم لنا ولكم الحسنى. ولذلك انا اقول لك ما تقلقش من رحمه الله. ما تقلقش، بصح كاين حاجه خاف. خاف هذاك الخوف هذاك ماشي اللي يقنطك من رحمه الله، خاف هذاك الخوف اللي يخليك دائما عندك لي ليميت، جماعه ما نكملوش هكذا، دعوه المظلوم، حبس ما نمسهاش هذه، دعوه المظلوم كل يدعي علينا مولاها، جماعه ما نديروش هذاك الشيء هذاك، وكان نموتوا على هذيك الحاله، جماعه حبس، وكان نكملوا بهذه الطريقه راح نخرجوا في طريق مش مليحه. الخوف تاعك من هذاك الطريق هذاك، الخوف من نهايه الطريق المظلم اللي راك فيه، هو اللي يخليك تتوب الى الله تبارك وتعالى، ولهذا احنا التائبين اللي نقصروا معاهم. كامل يقول لك انا نهار سمعت الكلام وكذا فكرت وراني رايح. الصحابه كتابوا الناس صناديد عمرو بن العاص وعكرمه بن جهل بن ابي جهل، هذو ناس صناديد هذو كبار، وعاشوا خالد بن الوليد عاشوا حياه جاهليه كبيره وحاربوا الاسلام هذو الناس، ومع ذلك كي جاوا يتوبوا في ما قبل الفتح وبعد الفتح، منهم من تاب قبل الفتح ومنهم من تاب بعد الفتح، كي جاوا يتوبوا واش داروا؟ فكروا وراهم رايحين. وكان تفكر وراك رايح توب، قال انا وين بهذا الطريق غادي نوكل العائله؟ شوف الناس سرقه، بيع مخدرات، القمار، هذا الكذب يكذب باش يجيب الرزق، هادو هادو واش ندير بهم؟ نبني بهم جوامع حرام، واش ندير بهم؟ نروح نحكمهم نداوي بهم المرضى؟ نبعث يما العمره ولا بابا العمره؟ حرام، واش ندير بهم؟ وبعد الشيطان يدخلك في السيرك فيسيو، يقول لك هادو حرام. دراهم الحرام وين يروحوا يقول لك؟ الشيطان من بعد يدير لك موعظه، دراهم الحرام وين يروحوا؟ في الظلام، ومن بعد تولي حرام ظلام، حرام وظلام، وتعيش هكذا. تبقى عايش هكذا،
لانه راح يجيك الشيطان كالواعد كالنصيح الامين يقولك اسمع الدراما دو تاع الحرام هادو ما تمسهمش هادو ما تروحش دير بيهم جوامع ولا حبش بيك هادو ما ربي ما يقبلهمش هذاك اللي حرشك باش تسرق حرشك باش تبيع المخدرات حرشك باش تكذب حرشك باش تقمر هذاك اللي حرشك هو راح يولي لك واعد راح يولي امام من بعد راح يجي يقولك اسمع هادو ما يليقوش هادو شوف هادو باش دير بيهم العشيه في ديسكوتيك ومن بعد يرحم ربي نهار يفتح ربي الحلال ديروا بهم جوامع وانت تمشي في واحد الطريق ما تخرجش منها ولذلك انت كي تكون عاقل ما يلعبها لك واحد كي تكون عاقل فكر في ما هو مستقبل الزمان خلاص الان فكرنا وخفنا وحابين نتوبوا ربي سبحانه وتعالى خلينا الان نديروا خطوات واش نديروا واش نعملوا معليش كاين ناس شاده فيهم اشياء حاكمه فيهم امور ربما ما يقدرش يحبس مره واحده وكاين الناس يحبس ولكن احيانا هكذا يعاود يغلط نغلط نعاود نرجع ماشي مشكله نعاود نرجع ولكن كاينه حاجه اول حاجه ديروها اول حاجه ما كاش توبه تاتي بالتمني انا نتمنوا نتوبوا او ان شاء الله فيها خير وان شاء الله نتوبوا كامل خلينا نكملوا واحد الشغالات وتوبوا هذه شوف هذه غير نساها هذه لا خممت هكذا دير بالك ما راكش صادق التوبة تعرف شنو هي؟ التوبة هي عملية حزم وحسم تكون في الحين في الحين قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر درك كيما راك الآن كيما راك هكذا تسمع في الموعظة والله ما نزيد نولي لها منا تبدا الرجولة تاعك منا تبدا النجاح ولهذا شوف كل إنسان نجح في حياته عمره ما كان متردد في اتخاذ القرارات الناجحة غير يجي اعطيني هذيك ندير هذيك نشري هذيك نبيع هذيك تلقاه طلع كاين ناس عندهم قرارات حاسمه في حياتهم الناس اللي تاب التوبه نصوحه حبس في الحين قال الله غير كيما راني خلاص الحكايه هذه خلاص الحكايه كيما هذه ولهذا لما تتخذ قرار حاسم الله عز وجل يعينك الله يوفقك الله يقدرك يقذف الله عز وجل في قلبك الايمان لازمنا خطوات نديرهم حنا ما استناوش استنى دوك ربي يهدينا الله عز وجل قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى هذو ما كم الخدمه هذه ولا لا لا اعطى اتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وبعد يسر لك الله انت اخدم معنا شويه اوقف على روحك ما تستناش استنى دوك يجي نهار ربي يهدينا ما تستناهاش هديه قال الله عز وجل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه اذا كاين واحد الخدمه تخدمهم انت ربي عز وجل يعينك الله عز وجل على كل شيء قادر وهذه من توفيق الله ليك فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام كي ربي يشرح صدرك اتوكل على الله ابدا اخدم خلاص قال انا اليوم نبدا نصلي ما فيهاش هذيك نهار الجمعه اليوم دوك نبدا نصلي دوك نروح نصلي مش مشكله ونبدا نصلي عادي ونبدا نتوكل على الله تبارك وتعالى ما بقاش هذيك السنه لا ما كانش هذه حكايه ولهذا اول حاجه تاخذ معنا قرار الحسم هذه راهي انت عندك هذه كيما يقولوا احنا الكره راهي في رجلك انت اللي تيري ماشي احنا هذه احنا رانا ندلو فيك الامر الاخر واش هو يا خاوتي اسمعوا مليح حتى اللي راهو يصلي بالناس ثانيه يسمعها مليح هذه احنا نقولوا واحد الكلمه في سورة الفاتحة كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين والله إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده حنا لو كان ما يعيناش ربي سبحانه وتعالى نقدروا نصلوا ما قدروش عندنا درس يومي في الحياة يبين لنا بلي المسألة ماهيش تاع قوة المسألة ماهيش شطارة المسألة راهي توفيق تاع ربي سبحانه وتعالى ربي موفقك نعطيكم الدرس راكم تشوفوه كل يوم وموجود في كل حي وتشوفوه دائما الدرس هذا وشنو هو الدرس هذا كاين ناس روحوا كل جامعه اي جامعه تلقى فيه الدرس هذا كان روحوا الجامعه نبكروا وروحوا شوفوا صلاه الصبح شكون هما اللي جمهور الاذان الاول نلقاو فيهم كاين ناس مقطوع عرضي وكاين ناس شيخ كبير ما يشوفش مليح ومازال مريض وعنده لاطونسيون والسكر تلقاه في الصف الاول صلاه الصبح صلوات الخمس وكاين الناس بالشريطه دي زونديكاب معوق راح يصلي وكاين الناس صغار في السن يعني مازال قادر يلعب مازال ما بلغش يحب يصلي اذا كاين واحد الناس ضعفاء كاين ناس كفيف ما يشوفش يجي يصلي هذا النوع من الناس الضعاف تلقى خمسه سته في الجامع
يصليوا في الجامعة 5 صلوات ومحافظين مواظبين يحضروا الدروس يحضروا الحلقات منهم من يحفظ القرآن دائما قاعد حاضرين. ومن بعد كي تروح تدخل الصالة تاع سبور تلقى واحد الناس يديروا سبور. هذوك الناس اللي يديروا سبور هذوك كاين منهم اللي يدير سبور هكذا ما شاء الله طيب ويصلي ما شاء الله خير كبير الله يبارك. وكاين منهم يقول لك حياتي كومبلي ما قدرتش نروح نصلي عاجز على الصلاة ما عندوش قوة باش يصلي ما عطاهش ربي توفيق باش يصلي. ممكن يصلي ما يصلي عمره ما صلى الصبح في وقته ما يقدرش يقول انا ما غاديش نروح الجامع صلي غير هنا برك اللي كيديرو هذا اللي يصلي ويقدر ما يصليش. العضلات لا واش درت بالعضلات يعني القوة تاعك هذيك اللي تقول انا قوي انا قوي ما قدرتش هذيك القوة تطبعك تروح تصلي باش تعرف بلي مسألة التوفيق من الله هذا ما كان باش تعرف بلي القلب هذاك راه ربي هو يحييه هو يقتلو راهي مسألة قلب ربي يوفقك هذا ما كان على هذاك الضعيف مسكين ربما تعطي له كيلو ما يهزوش على راهو يروح يصلي ويجي توفيق تاع ربي مولانا سبحانه وتعالى. وكاين ناس صحاح يروح يصلوا بصح انا عطيت لك هذه النظره باش تعرف بلي مساله توفيق من الله الله يوفقنا واياكم. ولهذا نجد بعد من ابعاد الحديث تاع النبي عليه الصلاه والسلام. وبالمناسبه ادعيه الرسول صلى الله عليه وسلم ذات ابعاد عجيبه جدا ليتامل فيها يعيش حكيم. الرسول عليه الصلاه والسلام امسك بيد معاذ بن جبل وقال له يا معاذ اني احبك في الله فلا تذرن ان تقول دبر كل صلاه. كي تكمل صلاتك ما تتركهاش هذه ما تراطيهاش كل ما تكمل قول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. علاش يقول هذا؟ هذا كان اكثر دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام انه يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يكرهوا تايب هذا النبي عليه الصلاه والسلام. ومعاذ واش خصو؟ فقيه افقه الصحابه واش خصو معاذ باش يقول الكلام هذا؟ راه فريهه كما نقولوا احنا. وعلاه يقول هذا الدعاء؟ لانه نقول لك حاجه كم يوفقناش ربي ما ندير والو ما يوفقناش الله ما ندير والو يعني العون تاع مولانا سبحانه وتعالى هو اللي يوفقك باش تسجد هو يوفقك باش تتوضا هو اللي يوفقك باش دير عمره. واحد فينا ما عنده قوه يدير حاجه بنفسه. ولهذا كان من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام صباح المساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إحنا وحدك ما تدير والو أنت استعين بالله وحاول هذاك الخوف من الله والطمع في الله ديرهم هذوك هما الموتور تاعك دائما. على هذيك النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يعطي لهم واحد الميزان الصحابة قاعد يعطي لهم واحد الغذاء هذاك الغذاء لو كان ينقطع تفسد الأمة وهو تغذية الناس باليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام من نهار جاء حياته الرغبة والرهبة حياته كامل الدعوة تاعه أصل الدعوة تاعه هي توحيد الله ولكن في ظل ترغيب الناس وترهيبهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام حنظلة وصف مجالسه حنظلة قالوا نفق حنظلة قال لما راح أبي بكر الصديق القصة معروفة المهم الشاهد وش قالوا؟ قالوا يا رسول الله كي يكونوا معاك نجلسوا معاك دائما كل يوم قال له انت يا تحكي لنا على الجنه والنار كأننا نراها رأي العين. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحكي لهم على الجنه بصفه تفصيليه. الجنه قال له تبقى تحكي لنا على الجنه تحكي لنا تحكي لنا تحكي لنا حتى وكأننا نشوفها قدامنا. واش معناتها؟ معناتها كان يدي طاي كان يدقق في الجنه. وكان قالوا يحكي تحكي لنا على النار تحكي لنا على النار كأننا نراها رأي العين. قالوا يعني جهنم يحكي لنا كيفاش دايره كي عامله كي البير وهابطه 70 خريف. قال لهم شوفوا حجره طاحت النبي عليه الصلاه والسلام طاحت حجره سمعوها؟ قال لهم سمعتوا الحس هذا الخبطه هذه اللي صرات الوجبه؟ قال لهم هذه حجره قذفت في نار جهنم منذ 70 عام 70 خريفا هذا وين وصلت؟ قال لهم لا ردوا بالكم تشوفوا جهنم قد منها ردوا بالكم. الصحابه هكذا وكان يحكي لهم يطمعهم قال لهم ان ربنا ليضحك من عبده. قالوا له صحابينا قالوا او يضحك ربنا يا رسول الله؟ قالوا نعم. قالوا والله لن نعدم خيرا من ربي ما دام ربي يضحك في اخره ما شاء الله معناتها فارزه ان شاء الله تفرح تولي تحبه ما دام هكذاك يروحوا ليه ما عند بابه نتوبوا ليه ونطلبوا المغفره تاعو ما دام رب عظيم سبحانه وتعالى يعني له الرحمه هذه كامله اذا ما شاء الله او فتح لنا الباب ماشي كيما نقول شوفوا بالك لا نقدروا نوصلوا له. واذا سالك عبادي عني فاني قريب أو قريب ليك غير تتكلم يسمعك
انت تتفكر لداخل، يا الله عليم بك سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الاعين وما تخفي صدور. فلذلك احنا الان الرسول عليه الصلاة والسلام كيجمع الناس، واش قالهم؟ قالهم ما دعوتكم لرغبة ولا لرهبة. كان يحكي لهم برك حكاية تميم بن أوس الداري، كان يحكي لهم حكاية عبد الدجال. قالهم انا اليوم ما جمعتكم شي العادة، يعني عادته ما هي؟ الرغبة والرهبة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس مجالس الناس يحكي لهم عن الجنة وش كاين في العالم عند ربي سبحانه وتعالى، وش راه يستنى فينا من اللي نموتوا. من اللي نموتوا شوفوا كي نموتوا يبدا العرس، ماشي كيما تتصورت القبار والقبر وكذا، لا لا، انت اللي تقول لا اله الا الله، انت اللي راك تحب الله، انت اللي تحب الرسول عليه الصلاه والسلام، انت اللي راك حاب تطيع ربي عز وجل. انت كي تموت عرسك يقول لك نم كما تنام العروس، نم نومه العروس، ويفتحوا لك تشوف مد البصر جنه. قال النبي عليه الصلاه والسلام إذا ماشي كيك تشوف أنت المقبرة هكذا تقول الموت والموت وكذا، لا لا، أنت كن بطل، كن مؤمن برك، والله العظيم والله غير عرسك يوم موتك. إن شاء الله تتزوجوا في الدنيا هذه، ما تزوجوش ما تقولوا لنا تفول علينا ولا، إن شاء الله ربي يطوف الأعمار، وإن شاء الله كما يقولوا الإنسان يعيش حياة سعيدة. بصح يوم يموت الإنسان دير في بالك باللي هذاك هو الخير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يموت لا كرب على أبيك بعد اليوم، قالها منا وروح كان غير خير. ولذلك انت لما غير تجي تموت تجيك الملائكه، شوف عرس تجيك الملائكه وتقول لك ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتوفاهم تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزن، غير ما تخاف ما كاين والو، وانت فرحان اللي قدامك اولادك واصحابك يكوا هذوك بالنسبه لهم هي مصيبه الموت كما سماها ربي، بصح بالنسبه لك واش هي؟ والله غير عرس، والله فرح، نسأل الله يفرحنا وإياكم، وتعيش حياة بعد ذلك لن تذوق كربا قط. ما تقولش هذه الموت وكذا، بالعكس هذيك هي الحياة اللي نخدموا من أجلها. شوفوا الحياة هذه عندها بداية وعندها نهاية ولا لا؟ عندها نهاية. والحياة مع ربي عندها بداية وعندها نهاية؟ ما عندهاش. خلود فلا موت، خلود فلا موت. والله شوفوا الصحابة رضي الله عنهم يا خوتي كانوا يقرأوا واحد الآية، هذيك الآية غير يقراوها يربطوها مع حديث النبي عليه الصلاه والسلام، الحكايه اللي قصها لهم النبي عليه الصلاه والسلام، منهم يتغاشى يطيح في الارض من قوه اللي مؤثر الامر، ماشي سهله. شوف الان الرسول عليه الصلاه والسلام حكى لهم، قال لهم كاين واحد النهار، حكى لهم على الجنه والنار، قال لهم باللي الناس تدخل جهنم، لانه احنا باختصار باش نعطيكم واحد التصور، احنا باختصار وهذا مهم جدا، هذا اللي يخليك تحرك نفسك. احنا يوم القيامه باختصار عندنا مجلس كبير مع الله، الله يديم علينا وعليكم الستر فيها، والله عز وجل ياخذ الارض يتكفأها كما يتكفأ احدكم خبزته، كما يديروا هذيك المطلوعه هكذا بيديهم على زوج، ربي عز وجل يحكم الارض هكذاك، تبدل الارض غير الارض والسماوات، ويبدلها الله سبحانه وتعالى وتولي كل خبزه تاع الكسرى، وتولي بيضاء عفراء كما وصفها النبي عليه الصلاه والسلام، كل الاوصاف تاع هذاك الوقت بدقه باش نقدروا نتخيلوا احنا واش راه يستنى فينا امام الله سبحانه وتعالى. جهنم في الارض السابعه في سجين، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح في الترمذي، هي في الارض السابعه في سجين. والجنه في السماء السابعه تحت عرش الرحمن. ازلفت الجنه للمتقين وجيء بجهنم يومئذ، جيء يومئذ بجهنم. يا ربي في هذيك الارض اللي تكون احنا يجيبنا الله يخرج واحد النار يوم القيامه، يخرج ربي نار بعدما ينفخ في الصور، النفخه اللي تصعق فيها الناس كاع يموتوا. الان كل واحد وراه مدفون، كل واحد في امريكا، واحد في فرنسا، واحد في مكه، واحد كل واحد مدفون. ومن بعد النار تخرج من قعر عدن، شتي عدن في اليمن تخرج نار من الارض، وهذيك النار تعمل الرباطاش يعني تدور على الارض كامله وتبدا تدني في الناس، وينوضوا الناس مقبورهم، وكل واحد فينا حينوض. وتصور يمشي الانسان، هذيك النار تمشي معك غير بالعقل، غير بالسياس، تمشي معك. قال النبي عليه الصلاه والسلام: كاين اللي يمشي مكسي وماكل وراكب، نسال الله نكونوا منهم، هذو اخيار الناس. وكاين اللي يمشي حافي، كاين اللي يمشي حافي، وكاين اللي يمشي عاري، كالكفار والعصاة يمشوا عاريين. وهذو الناس خارجين من قبره، والرايح واش عندك؟ موعد مع الله يوم الحشر، يوم الميعاد مع ربي سبحانه وتعالى. نفكروا احنا في هذا الشيء، هذا انا نفكروا في المستقبل، هذا اللي يعطيك تخاف من هذا الشيء، هذا
تجي النار هذيك تبدا تمشي. شفت النار كي تكون تاكل في الغابه تمشي غير هكذاك بشويه. وقال النبي عليه الصلاه والسلام تقيلوا معهم حيثما قالوا. ونحن نديروا القيلوله تستنانا النار ما تزيدش تمشي، تقعد تستنى فينا، امرها الله وتمشي معنا وتدنينا دنينا دنينا. قال وتبيت معهم حيثما باتوا، يطيح الليل نرقدوا تستنانا النار ما تزيدش تدنا، غير نوضوا نبدا نمشي تمشي معنا، ونمشوا 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 حتى نتلموا كامل اولنا واخرنا من ادم حتى اخر انسان في الدنيا كلنا نجتمع في ارضي. في ارضنا الان راهي عليها معركه كبيره، نسال الله ان يحررها من ايدي اليهود، اللي هي ارض الشام التي قال عليها النبي عليه الصلاه والسلام ارض المحشر والمنشر. كامل نتلموا في هذاك المكان ونتلموا. واش راح يصرا؟ شوفوا ماتش، واش راح نديروا؟ راح نقصروا نحكوا، راح نتفرجوا سبيكتاكل، واش راح نديروا؟ راح نستنى والله تبارك وتعالى يجي يحكم بيننا في يوم كان مقداره 50,000 سنة أو كما قيل 1,000 سنة. هذاك اليوم يوم طويل، 1,000 سنة مما تعدون، طويل يوم طويل، وتدنو الشمس على روسنا مقدار ميل وإحنا قاعدين نستناو، استناو غير في ربي. عبوك واش نديرو إحنا؟ نولوا نحلوا في الأنبياء غير يجي يحاسبنا برك، غير يجي برك يحاسبنا، رانا تعذبنا. ليس فيها معلم لأحد، ما كاش واحد يقول بلاصتي، ما كاينش بلاصه يقولوا ريبير تاع واحد، ليس فيها معلم لاحد، وحنا واقفين نستناو في الله. يا اللي جاي بالغدر، واللي راه جاي بالفساد، واللي راه جاي سجل كبير، ما تعرف كامل واش يخرجوا لك. ولو كان انت الان يديروا كونطابل ولا مسؤول على حاجه صغيره، مؤسسه صغيره، غير بيرو هكذا، يقول لك نديروك مسؤول، وغدوه يقول لك جايتك انسبكسيون، والله ما ترقد الليله هذه. وغدوه يقول لك جاي انسبكسيون يفتشوك ويحاسبوك، والله تكون انت انسان ما سرقت 1000 فرانك. والله ما ترقدها، ما تكون صادق، والله ما ترقدها، لانه من نوقش الحساب عذب، الحساب يخوف. ولهذا احنا شوف شنو يستنى عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الخوف هذا اللي خايفين منه باش يحركنا، ماشي باش يثبطنا، ماشي باش تخلي حياتك، ماشي باش تخلي خدمتك، ماشي باش تخلي زوجتك ولادك. عادي روح دير الرياضه تاعك والعب وكذا، ما تنساش برك، ما تنساش هذاك النهار هذا مكان. كي ما تنساش راح تولي تعيش حياه عاديه. تولي دير رياضه وتلعب وتقصر وتضحك وتحوس ودير سياحه ودير مشاريع ودير دراهم، بصح ديما هذاك النار في قلبي. ما نديش انا هذه مش تاعي. ما نكذبش، لا 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 لا. جابها ربي، جابها ما جابهاش ماشي تاعي. تولي عايش لهذيك الحياه. هذوما الناس الصالحين عندهم الموتور يحرك. عندهم حاجه الخوف من النار، الخوف من الحساب. شو كي نتلموا يا خوتي، حنا يجي النبي عليه الصلاه والسلام ويشفع فينا وكذا، حكايه طويله شويه. شوفوا سبحان الله، شوفوا سبحان الله. انا جمعت هذه الامور كامله وراح نزيد نحكيها كما يقولوا. احنا نبداو الجمعه هذه ان شاء الله سلسله جديده في المسجد نتاعنا. كل جمعه راح نبداو قصه البدايه وقصه النهايه ان شاء الله باش نفصلوها للناس. انا جمعت وقريت كلام العلماء وحبيت نرتبه يعني باش نقدروا نتصوروا. على بالكم شوفوا، اول حاجه ربي لما يجي يجيب معه جهنم. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم. نقول لكم واحد الكلمه، جهنم يجرها الملائكة ب70,000 زمام، 70,000 حبل. احسب معايا اللي عنده كالكيلاتريس، 70,000 حبل. كل حبيلة تاع جهنم فيها 70,000 ملك يجرها. 70,000 70,000 4,900,000 ملك يجرون جهنم. قد منها هذه، قد منها. الله يعافينا وإياكم منها، الله يحرم وجوهنا ووجوهكم عن النار. إذن هذه جهنم. وكي تجي، كي تجي شوف، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا. شفت أنت لو كان يقدر الله نجيبوا كلب، هذاك الكلب شوف وحش وحش، كي يشوفنا هكذا يحب يشاحن علينا، حاب يقطعنا، ومولاه هاك يجبد فيه هو حاب. شوف جهنم حاجة شي يعني، قررت لك الصورة برك إن صح التصوير يعني والتعبير. جهنم جاي حابة تاكل، حابة تدي الناس كاملة اللي راهي مجتمعة تما، حابة تاكل الجميع. جاية وحابة تغيض، هكذا تغيض، حابة تاكل الناس. إذن عندها شحناء، الناس كي يشوفوها يخافوها. ولذلك ربي عز وجل أول نداء وش يدير؟ يا آدم أول حاجة في الحشر، أول حاجة كي نجوا نتحاسبوا ساكتين واستناو، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. كاش كلمة؟ واحد ما يتكلم، قاعدين نستناو من الخوف. ربي وش يقول؟ يا آدم، آدم يقول لبيك. شكون هو آدم؟ هو بابنا كامل. جاي انت ولادك، قال له خرج لي بعث النار، ابدا خرج لي بعث النار. كاين ناس يا اخواني الكرام موجودين في القائمه،
أول ناس يبدأ بهم ربي سبحانه وتعالى يدخلون جهنم لا حسبة لا ميزان. الله يعافينا وإياكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يشيب الولدان. هذه هي اللي كنت جيب طفل صغير في عمره عامين ويسمع هذه الحكاية يشيب الداخل يشيب في شعره يشيب من وين هذه القائمة هذه؟ شكون هذو بعت النار؟ بالك راك فيها. الله يعافينا ويعافيك. تولي خايف أنت. أخرج لي بعت النار. قال له كم على منهم؟ أعطيني شكون هذو بعت النار؟ قال له من كل 1999. 999 اسمع مليح. 999 من ذرية آدم 999 يدخلوا جهنم يبقى واحد يسلك. صحابة طاحوا تغاشوا كيسمعوا الحديث. تغاشوا الصحابة قالوا شكون فينا حيسلك؟ قالوا له يا رسول الله ثبت لنا المعلومة يرحم والديك. وشاش الحكاية هذه؟ كيفاش 99؟ هذو ما عند دخلها. هذو بالحكاية كامل. مازال ميزان، مازال صحف، مازال والو، مازال الصراط، مازال حكاية أخرى. هذو ما في الدخلة خرج لي من كل 1999 كما يقولوا احنا غرون بالياش. كامل يروح جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. هذه من ذرية آدم، من ذرية آدم. قال من النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي في سائر الأمم، خليك من يأجوج ومأجوج اللي جات بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمتي في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور أبيض. يعني رحمة الله تبارك وتعالى بنا أننا حنايا راح نكونوا حاجة قليلة الناس اللي يدخل في جهنم، قليلة بزاف. نسأل الله يعافينا وإياكم من حرها وشرها. إذن الآن هذه برك تخوف. ومن بعدها إسراء، ومن بعدها أهل الجنة خرجوا لي أهل الجنة اللي يدخلوا بالحساب. شو الآن غير لي بالحساب، ما زالت جماعة الحساب أي تسنى، غير لي بالحساب يدخل جهنم بلا حساب، ادخل الجنة بلا حساب. شكون هما بلا حساب؟ الجنة يدخلوا بلا حساب، الله يجعلنا وياكم منهم. 70,000. 70,000 قليل، 70,000 قليلة. قالوا الصحابة 70,000. قالوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرسول الرحيم اللي يحبنا ويبكي علينا ويدافع علينا. نسأل الله يشفعنا وإياكم، يشفعوا فينا يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم معه. شوف الآن الرسول عليه الصلاة والسلام فكر فينا، قال استزدت ربي فزادني مع كل 1,070,000، 4,900,000,000 مسلم يدخلوا الجنة بغير حساب. الله يجعلنا وإياكم منها. ما يحاسبهمش ربي، قاعد يقول لك ماك خلاص ما كاش حساب، ادخل روح، ادخل الجنة مباشرة. سمع هذو يدخلوا الجنة مباشرة الآن، إلا أنهم يمرون على الصراط. شوف هذو ما كامل، تصوروا أنتم هذو ما كامل، هاد الناس جنة، جماعة دخلت النار بلا حساب، وجماعة دخلت الجنة بلا حساب. ومن بعد يبدأ الفرز، تطاير الصحف، ما نعرفش يخرجوا في السجلات هذوك. الله يديم الستر والعافية، الستر والعافية، وقولوا آمين. إذن شوف، لأنه كاين، علاش قلت لك قول آمين؟ لأنه كاين واحد الناس ما دخلوش الجنة بغير حساب. بصح شوف الآن لحقوا لك الركب. من بعد قال ينادي ربنا. شوف رحمة الله شحال مليحة، ما يزيدوش يخوفوك. دائما كن شجاع وتقدم عند ربي، تقدم له وانت سكران، تقدم له وانت تبلع، تقدم له وانت تتناول مخدرات، تقدم له وانت سراق، وقول له يا ربي اغفر لي واهديني، اجعلني من عبادك الصالحين. تقدم طرق الباب مفتوح، واحد ما يغلق لك الباب، لانه راك راح تلقى رب رحيم. شوف الان هذاك الرب اللي راح يحاسبك يوم القيامه، لو كان يقولوا لك على بالك انت يا فلان، انت على بالك بلي عندك واحد لوبسيون، وشنو هي لوبسيون؟ على بالك شكون راح يحاسبك يوم القيامه؟ امك. ترتاح ولا ما ترتاحش؟ تقول يما تحاسبني، يما ما شاء الله، يما والله غير فيها الجنة ما لايا. فما ظنكم بالذي سيحاسبكم أرحم بكم من أمهاتكم. ربي رحمن. قال وخشعت الأصوات لمن؟ للرحمن. وهذاك اليوم اللي خشعت فيه الأصوات للرحمن أغضب ما يكون الله. الأنبياء وش قالوا؟ إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط، ولن يغضب بعده مثله قط. يعني في هذاك النهار اللي يكون يحاسب فينا ربي يكون غضبان لدرجة ما كاش وقت غضب فيها كما هذا. ومع ذلك قال الرحمن. قال وخشعت الأصوات للرحمن، كامل ساكتين للرحمن. علاه؟ احنا عايشين في الدنيا برحمة واحدة، 99 رحمة راهي مخبية اليوم القيامة، خباها لنا ربي الرحمن الرحيم. ولهذا احنا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، رحيم رحيم، رحمته واسعة 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 واسعة، يعني أوسع من هذا البحر اللي تشوف فيها. ولذلك الآن شوف يوم القيامة
الإنسان هذاك اللي يناديه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادى رجل أو ينادي الله تبارك وتعالى عبده من على رؤوس الخلائق يوم القيامة: أين فلان ابن فلان؟ واعرى واعرى النهار يعيطوا لك يا فلان غير خير، ربي يناديك. وقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ما كش واحد فينا إلا وراح يجيبك ربي يتكلم معك مباشرة يوم القيامة. وانت من درك من درك نقولها لك بكل صراحة، وجد له الجواب، وجد. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعطانا نموذج، وش راح يصير لك؟ أعطانا نموذج تاع الامتحان، وش هي الحكاية؟ يجيبوا عنده، قال: فيدنيه من كنافه، يستريح سبحانه وتعالى، ويقول له: أي عبدي، ألم أعطيك؟ هذا اسمه تعريف، يعرفه بماذا؟ يعرفه بالنعم، غير النعم بركة. أنا وكلتك ولا لا؟ أنا خلقتك، إيه. وأنا وكلتك، إيه. أعطيتك والدين رعاوك، إيه. شربتك ولا؟ حتى يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى يقول الله: ألم أسقيك ماء باردة؟ ماشي في يوم من واحد النهار كنت عطشان وفتحت الفريجيدار ولقيت قرعة تاع ماء من الدنيا وشربتها، ما أعطيت، أنا أعطيتها لك هذيك في الدنيا، أنا اللي أعطيتها لك. ومن بعد تقول، أنت تقعد غير تقول إيه إيه، يخصك لا تقول لا لا. ومن بعد يقررك. بماذا يقررك؟ بالذنوب. يقول لك: شوف، اقرأ، شوف، افتح الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. ابدأ اقرأ، شوف، انت تقرأ، ما يجيش واحد يقرأ لك، وكيل جمهورية يقرأ، ولا واحد مملي في المحكمة يقرأ، لا، انت تقرأ، انت باش ما تقولش، اقرأ. قال: فيقرأ فلا ينظر فلا يرى، يعني ما بين يديه أمامه إلا النار، ولا ينظر على يمينه فلا يرى إلا النار، يعني مزاقي الحالة. يقرأ، قالوا: هادو الذنوب تاعك، ماشي ظلمنا كلها، ما ظلمناكش. واش يقول ربي؟ يقرره هنا، يقرره: هل ظلمك كتبتي؟ في الكتيبة واش مكتوب؟ الذنوب، كاش ما كذبوا عليك ولا حاجة ولا؟ لا لا، قول له: ما ظلمونيش، أنا درتهم هادو كامل، كيف نديرو دوك؟ واش الحكاية؟ سما نورمالمون جهنم ولا لا؟ لا، لأنه هذاك الإنسان ينظر منا جهنم، منا جهنم، منا جهنم، ونظر جهنم، خلاص. سما محكوم عليه بجهنم الإنسان هذا، شوف واش دار الإنسان هذا، ذنوب كبيرة. ربي عز وجل واش يقول له؟ الحكاية تموت هنا. قال له ربي عز وجل، قال له: إني سترتها عليك في الدنيا، استروا روحتكم، استروا روحتكم، وها أنا ذا أسترها عليك اليوم، فيؤمر به الجنة مباشرة، والله ما يدخل النار، ونسأل الله يديم علينا وعليكم الستر. إذن أنا ابتلني ربي، أعطاني شهوات، راني معوج، عندي مبلي، علاه حتى نوض الطنوبيل والناس كامل تسمع في الغنى؟ علاه؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرون، بلاني ربي نروح نتخبى، ما يشوف واحد من في خلي. صاحبي أنت والله ما يعرف. قال: إذا ابتليتم فاستتروا، استر نفسك على الأقل، على الأقل يجيب ربي يوم القيامة ممسح لك شالك الذنوب، يمسحهم لك تما. قال: أنا أنت كنت مستور، على الأقل روح تروح بكري. الناس الكبار هنا يعرفوا هذا الشيء. هذا الناس كانت تروح تاكل رمضان، يروحوا يتخبى في الغابة ويحشم، ويبعد طفل صغير يشيلوا الزيتون وكامونبير وكذا، ويروح ياكل هكذا ولا يسكر ولا كذا، يمسح فمه ويجي قدام الناس، يروحوا صايم، خايف من ربي مستور مسكين وخلاص، يعصي في ربي شهوة، يعصي في ربي عز وجل، ولا تلقاه مسكين على الشمة ولا الدخان، وكلا رمضان يقول: أنا ما قدرتش نشد نشم ولا نكيف ولا ندير حاجة، ويروح يخبي روحه، ما يقول حتى واحد من الكليت. بصح واحد يجي يقول: ما أنا ناكل، والله الناس قاعدة، باش يبينوا بلي أنا رجلة، أنا راجل، أنا ناكل رمضان. يا راجل وش بيك أنت؟ على الأقل خلي واحد الخيط بينك وبين الله، خلي حبل الستر بينك وبين الله. شفت هذاك الإنسان اللي جا أو زبلها؟ هذاك اللي جا يكون يحكوا عليه دركا أو كان زبلها. مع ذلك شوف عطانا ربي الحبة الأخرى ستر، الفرصة الأخيرة، على الأقل مستور، وكل مستور ربي راح يعافيه، المستور راح يعافيه الله عز وجل، لأنه في حياء ستراه. عندك الحياء من نفسك، الحياء من الناس، خلاك أنت رد بالك. وحي الشيطان اللي يجي يقول لك، وش يقول لك وحي الشيطان؟ يقول لك: أنا ربي ما خفت منه، خاف من العباد، يا راح نديرها قدام العباد. لا لا، رد بالك، معليش أنت ما خفت من الله عز وجل، استحي من العباد، استحي. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: استحيوا من الله كما يستحي أحدكم من الشيخ الكبير. المينيموم تاع الحياة، المينيموم تاع الحياة، على الأقل نستحي من ربي كما نستحي من الناس، على الأقل.
فإذن الآن أنت استحي من الله. قال يا ودي معليش أنا راني ندير فيها وربي عالم بيا، خليها غير بيني وبين ربي. ما كنا نروح للناس وقولوا أنا ما خفتش من ربي، خاف من العباد. ما قلنا لكش خاف منا، أنت تغلبنا وأنت واعر ما شاء الله. ما قلنا لكش خاف من الناس، قلنا لك استحي فقط من الناس، استر نفسك باش تبقى لك هذاك الخيط نتاع الستر يوم القيامة. لا قدر ربي إنسان توفاه الله المعصية، قال يوم القيامة ربي يقول كان استرت عليك في الدنيا يسترك في الآخرة وتدخل الجنة. نسأل الله يديم علينا عليكم السلام. ولذلك شوف سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام زاد كمل حكى لهم وبعد بلي كاين الناس يدخلوا الجهنم والعياذ بالله دخول المذلة، يسحبون على وجوههم إلى النار، وكاين الناس يقذفون فيها قذفا، وكاين الناس يحضرون حول جهنم جثية. على بالك تصور يجي الإنسان على أجونه واقف أجونه مربوط بالأغلال، أغلال إلى أعناقهم، والسلاسل يسحبون، والملائكة تدفع فيهم تدفع، هما ماشي حابين يدخلوا. شفت حنا كيما نشروا الكبش تاع العيد هذاك نحبوا نطلعوا في الباطن ما يحبش يطلع عنا، هكذاك الملائكة تدعهم دعا يدفعونهم دفعا إلى جهنم، هما مش حابين يدخلوها، حتى يحضرون حول جهنم اللي هي كالبئر هذيك جهنم، يدوروا عليها هكذا يشوفوها أجونوا على الحاشية تاع جهنم وبعد يطبعوها. الله لا يورينا فيكم في هذاك النهار، الله لا يدخلنا لهذيك الحال، نعود بك من حال أهل النار يا الله. وشوف النبي عيسى حكى لهم هذه بالضيطايا في القرآن وفي السنة، وزاد حكى لهم وبعد الناس كيفاش تجوز الصراط، صراط صراط ناس راهي واقفة وبعد تروح الجنة حبس كاين جهنم كيفاش نجوزوا عليها جهنم. قال ثم يضرب الصراط، ومن بعد المرحلة الثانية يضرب الصراط، يجيب الصراط هذاك يحطه ما بين ظهري جهنم الحاشية تاع جهنم، يضرب الصراط موراها واش كاين العراسات وبعد أبواب الجنة الله يدخلنا وياكم لها. شوفوا الناس هذيك الحياة، شوف اليوم هذاك واش يعاني الإنسان واش يشوف، وتخيل أنت وراك تما وراك واش راك تشوف، كيفاش يحكم بين العباد، والميزان اللي يجيبه ربي يوزن الشعرة صغيرة ويوزن الجبال. قال الله تبارك وتعالى يقول للملائكة يا الله يأتي بالميزان له كفتان، يقول الملائكة ربي وش يوزن هذا؟ قال الله عز وجل لو وضعت السماوات والسبع والأراضين السبع في كفة لوزنتهن، ومع ذلك يؤتى بمثقال الذرة يوزنها. انت وكان تروح دوكا عند الجروسيست، واحد جروسيست في الجرو اللي يبيعوا الخضرة هذو، تروح ليه تقول له عندي واحد الخاتم تاع الذهب لا توزنه لي، يوزنه لك ما يقدرش يوزنه، ولك هذا لازم تديه واحد الميزان يوزن غير حاجة الجرامات وكذا والفاصلة. سما كل حاجة وحاجة توزن صغير وحاجة توزن كبير، هذا الميزان اللي يروح يوزن الأعمال تاعنا يوم القيامة، يتحطوا فيه السماوات والأرض كما ركتوا فيهم يوزنهم، ومع ذلك وإن تكن مثقال ذرة يأتي بها الله. يعني دير في بالك بلي الحكاية راهي دقيقة، الحكاية راهي موزونة، الحكاية راهي موصوفة بدقة. ولهذا أنت لما تصور لازم دايما من هذه الحكاية اللي نحكي لك عليها تصورها مليح واش راح يصرى، لأنها راح تصرى 100% راح تصرى. ولهذا كرر القرآن يؤمنون بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، معناتها لا راك تخاف من ربي والعاقبة، اتق الله في نفسك، اتق الله وخاف ربي عز وجل، هذا هو الأصل، أن نخافوا من ربي ونخافوا من اليوم الآخر ثاني، المصير تاعنا يوم القيامة واش راح يصرى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لهم قلب صراط، وشنو هو الصراط هذا؟ قطرة نجوزوا كاع، لا حبس واش جوز كامل عم بكر روحوا جوز ولا قالنا احد من السيف وادق من الشعر. يعني واش هو احد من السيف؟ الصراط اللي راح نجوزوا عليه ماضي على السيف ورقيق على الشعر، واش فيها؟ فيه رواغان. قالنا بعيسو وفيه رواغان، يعني راهو كسل هكذا مسيره شهر والناس يتمشي وساعه ساعه يتحرك هكذا يطيح ناس، ويخرج فيه عنق من النار، عنق عنده عينين يخرج من النار. يقول لهم كاين واحد الناس فوق السيرات عندي قائمه فلان 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 يهبطهم، وفيه الكلاليب وامور تخفش تجبد الناس، هذه كلها موجوده على السيرات. وفيه ثاني بالمقابل حاجه مليحه، فيه لاروب باش ما طيحش لمن لبعض الناس. كاين بعض الناس حنا ان شاء الله يا ربي نجوزوا كما يجوزوا الانبياء كما قال النبي من اصناف الناس كالريح نجوزوا ان شاء الله. إذن كاين واحد الناس كيجو جايزين في السيرات يشد منه عنده لاروب يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يضرب الصراط ويؤمر بالأمانة والرحم فتوضع على جنبات الصراط. الأمانة والرحم، الأمانة مش الأمانة
هاك خبي لي هذه عندك ماشي هذه هي امانه كبيره امانه لو بوست اللي راه عندك المنصب تاعك امانه جسمك جسمك باش ما توشمش فيه ولا تقطع ولا امانه الدرس اللي عاطيها لك ربي امانه عندك القلب نتاعك امانه الروح نتاعك امانه الدين نتاعك امانه اعظم امانه اللي عرضها ربي على الجبال الدين التكليف المسؤوليه اللي يعطيها لك الله مكتب حارس في مدخل تنقي في شارع تخدم في الفلاحه امانه تبيع للناس امانه عندك ذريه عندك بنات عندك اولاد عندك مسؤوليه امانه كلها امانات كامل ربي اعطانا المال هذا نسال عليه امانه يوم القيامه الوقت امانه لان نقتلوا فيه قتلا يجوز هكذا يجري اول حاجه ارواح وقتك وديته الشباب وين راح امانه يسالنا عليها الله تبارك وتعالى هذو الامانات واحد محافظ على الامانه نتاعو يجي له يدير له على السور نتاعو على السيره ما يطيحش ومن الرحم الرحم يا جماعه الرحم الرحم اللي راهي الان كثرت علينا وسائل التواصل وقطعت الارحام قطعت الارحام ما كاش على جال الدنيا وغيرها اشياء نسال الله السلامه والعافيه دخلت النميمه والغيبه والقلب لك حل والحقد والحسد وامور الدنيا اشياء نسال الله السلامه والعافيه صار الانسان يقول لك انا خويا ما يتلاقى معاه وعلاه او خدام هو اللي كان اللي خدام هنا ما تلاقى معاه ما تهضر معاه خوك هذا ولد عمك هذا هذا خالك هذا عمك هذا وليد خالتك هذو خالتك هذه عمتك هذو سلت رحم هذو دارهم لك ربي طريق الجنه هذو ما يمنعوك يمنعوك باش تطيح في جهنم وانا شفت حاجه في الناس اللي تلقاه حافظ الامانه وعنده سلت رحم دائما تلقاه انسان تاع دين ومتخلق ويحبه الناس دائما تلقاه ربي مبارك له في حياته وفي صحته ومبارك له في عمره لان هذه الامور كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تزيد في العمر وتبسط وتبسط في الرزق كما قال عيسى في حديث آخر قال حسن الجوار وحسن الخلق يزيدان في الرزق ويمدان في العمر هذه في الجوار والخلق والحديث الآخر المشهور عندكم هو صلة الرحم الآن تصور هذه كلها راح تلقاها يوم القيامة أنا أقول لكم حاجة وراهم السيارات والعقارات والأموال وراهم ما كاش واحد برك يدخل معك القبر اللي هو شكون العمل واحد فقط لا صاحب ولا والو لا زوجة ولا مال ولا كذا عملك الذي يدخل معك ثلاثة يمشون معك إلى المقبرة كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم ذهب معه الثلاث ورجع اثنان وبقي واحد يرجع أهله ماله ويبقى معه العمل الوحيد اللي عنده الصلاحية وعنده الإذن يقدر يدخل معك القبر هو العمل تاعك ولذلك أنت غير تحل عينك تشوفه تشوف واحد مزيان قدامك ما شاء الله قلت من انت الوجه الذي يبشر بالخير؟ يقول لك انا عملك الصالح تلقاني غير انا ما لا غير خدم اخدم اخدم هذيك حيه على الصلاه حيه الفلاح روح ليها او يأذن روح صلي هذاك وين نلقاه انا يجيك سائل يسال اعطيني هذاك هو عملك الستر تستر الناس عملك كلمه طيبه عملك قراءه القران عملك بر الوالدين عملك الاحسان الى الناس عملك كل حاجه راهي عملك تسترزق توكل وليداتك الحلال عملك هذه كلها اعمال راح تلقاها تتجسد لك على شكل عليك شكل مخلوق يجيك في صوره طيبه هو عملك وكاين في نفس الوقت مخدرات وسرقات وسب الله والكلام فاحش وضيع الوقت وهذوما كامل يجسد لك ربي مخلوق بشع يقول من انت الوجه الذي لا يبشر بالخير يبشر بالسوء يقول انا عملك سيء انا هو الفدال تاعك يقول راني معاك انا خلوني ندخل برك القبر شوف يا لطيف نسال الله السلامه والعافيه اذن انت تختار صديقك في القبر ومن بعد يدخلوا الناس الجنه شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال الناس كاين الناس يدخلوا الجنه بعد ما يفتح ربي الابواب شوفوا سبحان الله كاين واحد اللقطه اثرت فيها بزاف قال النبي عليه الصلاه والسلام الجنه ثمانيه ابواب الباب الواحد البورتاي مصراعي المصراع هو الكادر هذاك الحاشيه تاع الباب ما بين مصراعي الباب الواحد قريب 500 كيلو كما بين مكه والمدينه تصوروها ما تقريب كما بين بصرى والشام او كما بين الكوفه والبصره الان تصوروا 500 كيلومتر البورتايل الواحد يدخلوا منه الناس ثمانيه ابواب يدخلوا منها الناس الجنه وش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال عندما تفتح الابواب اللي يفتحها النبي عليه الصلاه والسلام قال سبحان الله لا احدكم اهدى الى منزله في الجنه من منزله في بيته، معناتها قال الرسول عليه الصلاه والسلام تتصوروا على بالكم الجنه كي انت تدخل
كيف تحو الباب البورطاي هذا كيف تحو تدخل الله يجعلنا وياكم من اهلها. وش تدير؟ ما تقولهمش انا وين نروح، تروح مباشره ربي يعطيك في قلبك الداخل يلهمك، تقول لهم انا هاي داري، تعرفها خير من دارك تاع الدنيا. دوكا وكان طلقوك كي تكملوا كي نكملوا انت تمشي لدارك، واحد ما تسالناش تقول اسمعوا داري وين، تعرفها يقول لك السكرتير يعرف باب داره ولا لا لا. سما كل واحد فينا وكان ضربوها كاع بالسكره دوكا يعرفوا باب دارنا. الله يعافينا وياكم. الان دوكا تصور كل واحد فينا يعرف باب الدار، والله يا الجنه الله يدخلك ليها ان شاء الله، والله يا الجنه غير كي تدخلها غير تعرفها، تعرف دارك تما في الجنه وبلاستيك غير كثر من تعرف دارك تاع الدنيا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان احدكم لاهدى الى منزلته في الجنه من منزله في الدنيا. شوف خير كبير، ويدخلوا الناس الجنه وينالوا ما ينالوا، والاخر فينا الاخر الاخر فينا في الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادنى اهل الجنه منزله رجل يخرج من النار يحبو، يخرج من النار يبدا يحبي مسكين، كلات النار منه ما كلات خرج منها. هذاك الانسان يخرج وهو متفحم مسكين، هذا اخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنه، ويلتفت الى الجنه الى النار ويقولها الحمد لله الذي نجاني منك، يعني نهشت منه النار ما نهشت. وبعد ذلك يحدثه الله في خطاب مشهور في الحديث، يكلمه الله كلام طويل. وش يقول له ربي عز وجل؟ يقول له: ترضى نعطيك نخله؟ ترضى نعطيك شجره في الجنه؟ يقول له: يا ربي يا ربي، انت خرجتني، كي خرجتني من جهنم تكفيني، انا خليني غير هكذا لاباس، يعني لاباس علي يعني هايل، كي خرجتني غير من جهنم. يقول له ربي: انا نعطيك منزله في الجنه. فيدخل الجنه، يدخل فيتهيأ له انها مملوءه معمره الجنه، يعاود يقول له: يا ربي راهي معمره، لقيتها معمره. يقول له: ارجع ارجع. قال له: نعطي لك الدنيا، تقدر نعطي لك الدنيا، قيس الدنيا كامله. اش الدنيا؟ احنا كنت تدي 200 متر هنا راك هاي 200 متر تحسب روحك سلطان. هو يقول له: نعطيك الدنيا، هذيك الامطار اللي كانت الناس يقول لك هذه بلاصه غاليه، وهذه واحد ما يصح لك فيها، وهذه ما فيهاش للبيع، وهذه كوميرسيال، وهذه كذا. شفت الدنيا كامله، واش نالوا الملوك، واش نالوا ابناء الملوك، واش نالوا السلاطين وارباب الاموال وغيرها، هذيك الدنيا كامله يعطيها له ربي. يقول له: نعطيك الدنيا كامله ليك انت، نعطيك قيس الدنيا كامله. يقول له: تكفيني ما شاء الله. يقول له: ما لا نقول لك حاجه، نعطي لك الدنيا وعشر امثالها، 11 مره الدنيا. يقول له: أتهزأ بي وانت الملك؟ انت هو الملك، كيفاش شغل تمسخر بيا؟ ربي عز وجل يقول له: اني على ذلك قادر، انا قادر نمد كلش. شوفوا الان راكم تتعاملوا مع واحد رب سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، يقول لك: اني على ذلك قادر. والراهي المستحيل مع ربي مغير الاحوال. كانوا ناس من اجرم خلق الله، كي تشوفوا دوك في المسجد ملائكه من احسن خلق الله تبارك وتعالى. خياركم في الجاهليه، خياركم في الاسلام، هكذا ربي يبدل الامور. اذا شوف يوم القيامه كي يدخل هذاك الانسان كل شيء يحبس خلاص، وش يديروا؟ يجيبوا الموت. شت الموت؟ الموت ربي يرجعوا كل كبش على هيئه كبش املح، كبش سمين، ويحطوا ما بين الجنه والنار، ويذبح الموت، ويولي واحد ما يموت، وينادي ربي سبحانه وتعالى، ينادي: يا اهل النار. النار يسمعوا يقولوا: اي ربنا؟ يقول لك: بالك كش ما فيها كش حاجه ولا؟ يقولوا: اي ربنا؟ يقول لهم: خلود فلا موت، واحد مزيد يخرج من جهنم الله يعافينا. خلاص هذوك ما يموتوش ويبقوا يتعذبوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. ما كاش لاكراس، ما كاش تخفيف العذاب، ما كاش استراحه، ما كاش يروح يريح يعاود يولي، ما كاش يروح ياكل لقمه يعاود يرجع، ما كاين والو. يبقى يتعذب ما لا نهايه. شحال من عام في رايكم؟ شحال؟ مليار، زوج ملايير عام، والله غير ما لا نهايه يا اخواني الكرام. الله يعافينا ويعافيكم من يموت على الكفر. وانسان يدخل الجنه يناديهم الله في الجنه ويقول لهم: ان يا اهل الجنه، يقولوا: لبيك ربنا. يقول لهم: خلود فلا موت. خلاص تصور انت في الجنه، ما كاين مشاكل، ما كاين اوردونونس، ولا تروح تعقب الراديو، ولا سطر حكمك منه، ولا واحد مريض راك تبكي عليه، ولا واحد راك تفارقه، ولا واحد فارقته، ولا واحد حزنت عليه، ولا داروا لك هده ماشي مليحه، ولا غروا بيك، ولا كلاو لك امانتك، ولا ولا ولا. هذه المصايب اللي رانا عايشين فيها في الحياه الدنيا كامله، ملي تكري في لك الروضه حتى يضربوك بمارطول الراس.
وانت يا عايش كامل من اللي تنوض الصباح العشية الا وربي مكدر لنا الدنيا باش نعرفوا بانها ما تسواش. كلنا ما كاينش حاجه يعطيك ألذ الاشياء في الدنيا لازم تقشرها وتتعب معها باش تاكلها. ألذ الاشياء لازم كاين تعب. بصح في الجنه قطوف دانيه، ما تطلع الشجره وتنحيك هذاك، قطوف دانيه لهم ما يشاؤون فيها، حور العين، قصور، خيمات، اشياء عجيبه، بناءات من اللؤلؤ، ذهب، قصر لبنه، الياجور هذيك، البريكه هذيك، لبنه من ذهب، لبنه من فضه، الغرف اللي هي طالعه في السماء، كاين غرف، كاين قصور، كاين بيوت تجري من تحتها الانهار، قصور الدنيا الان تجري من تحتها المجاري. مجاري صرف. الان قصور الدنيا، فيلا هكذا ب 40 مليار 50 مليار، من تحتها كاين زيكو اكرمكم الله. بصح في الجنه واش كاين؟ الجنه قصور، واش يجري تحتها؟ انهار، انهار من ماء غير آسن، من لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، لا لغو فيها ولا تأثيم. الخمر ولكن ما فيهاش اللغو، فيه السبان، فيه السكر، يعني شراب طيب، وفيها عسل مصفى، وهذيك تجري من تحت القصر تاعك. هذيك أشياء عظيمة. وربي النبي اسمه رنا الجنة هذيك كيفاش طالعة؟ قال في الجنة غرف طولها 60 ذراع، طالعة في السماء. طالعة في السماء 60 ميل طالعة ماشية. هذيك الجنة هذيك الغرفة هذيك شفافة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظهورها، وكاين خيمات، خيمات في الجنة. وهذيك الغرفة في كل كوان الشوكة هكذا، في كل زاوية للواحد منها أهلون، يعني عنده حور العين وحدة هنا، وكي يزيد يطلع وحدة هنا وحدة هنا، في كل غرفة ليه هذه، وكل وحدة في موجودة. قال ولا ترى الواحدة الأخرى، وحدة ما تشوف الأخرى. خير عظيم، موائد على سرور متقابلين، باش ربي عز وجل رعاك في الجنة. أنت الآن في الجنة لو كان يخليها لك ربي وحدك تكره، ما تتكلم مع حتى واحد، صورته في الجنة ما تتكلم مع حتى واحد، كلش مليح الجنة، نروح لهنا ناكل هنا، تاعي كامل تاعي، ما كاش روح تخلص باركينغ واحد، ما كاش هذه كاع ما كاش، تسمك مليحة كلش مليح، ولا يعيطوا لك كونفوكاسيون ولا سنة دوسي، هادو كاع راحوا خلاص، غير قاعدين ناكل ونشربوا. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع مليح الوصف هذا، قال إن أهل الجنة لا ينامون من شدة ما يجدون من الفرح والسرور. من الفرحة ما يزيدوش يرقدوا أهل الجنة، ما كاش جو جميل، الجو الشمس راهي خلاص ربي يكورها مع القمر في جهنم، تولي الجو لا ليل ولا نهار، جو جميل، ما حاجة تحرقك ولا حاجة تقول لها السنة سخانة ولا البرد ولا كذا. احنا ماش تاع الدنيا، الدنيا ماش لينا، الدنيا للبهايم، الدنيا خلقها الله، احنا رانا ترونزيت، احنا الجنة هذه هي الغرض نتاعنا، كنا فيها، آدم كان فيها وكل من الشجرة وأخطأ وعصى ربه ثم تاب عليه، بصح ربي عز وجل دار قانون واحد اخر، قال لنا هبطوا ريحوا في الارض راكم ترونزيت لتما، وندير لكم قانون نبدله لكم، ما كاش هذه كولا منها غدا وكذا، نبدل لكم القانون، اللي يعمل الصالحات هيطريقوا، واللي يعمل السيئات هيطريقوا، بدلنا القانون. نورمالمون القانون الاول شنو هو؟ فكلها منها رغدا حيث شئتما، ما كاش حرام وخنزير والخمر، ما كاش. بعد ادم وحواء واش داروا؟ كلهم الشجره، ربي قال لهم هبطوا الارض، رانا غير ترونزيت هنا، ونبدل لكم القانون، ونعطي لكم عدو اللي هو ابليس والهوى والدنيا وجلساء السوء وشياطين الانس والجن، ونحط لكم معركه، وكاين قانون نعطيه لكم اللي تخدم طريق وتتبع، راك تخرج مليح وتعاود تولي وين كنت في الجنه، واللي ما يخدمش كذا يروح مع ابليس. وابليس حلف وبدات العركه الكبيره، وعزتك لاغوينهم اجمعين، ربي قالوا الا عبادي منهم الصالحين، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. اذا الان العباد نتاع ربي عز وجل ابليس ما يقدر لهمش، واش يديروا؟ ينجحوا في الدنيا، يخدم باش يعاود يولي. احنا رانا هنا متعلقين بدارنا تاع الصح، لوريجين تاعنا والجنه، نسال الله يسكننا واياكم اياها. احنا الان درك هنا ترونزيت، على هذيك احنا ما تلقانا ما نتعلقوش بزاف الدنيا، نديروا دير دراهم، دير قصور، ابني واش حبيت، ما كاش مشكل، حلال والله حلال، قل من حرم زينه الله، دير مشاريع، تمتع، العب، دير واش حبيت، والله غير حلال عليك، وتقدر تؤجر عليها. صح، عمرك ما تغفل انك ماشي هنا دوريجي. وشوف احنا علاش نلبسوا؟ علاش انا لابسين؟ خاطش ماشي تاعنا، ماشي تاعنا، ماناش قادرين هنا نعيشوا، جا البرد نشكو منه، وجيت سخانه ما نشكو منها، على هذا اشاره من الله انها ماشي تاعنا هذه. بصح نشوفوا البهايم، تروح للدب القطبي البيض هذاك، الدب الابيض هذاك
وين يعيش؟ موان 60 موان 75 يعيش. يعني كي تدي في 100 يلبس جاكيط هو يسحق هو فرن ولا تاع الغاز دو فيل ولا ما يسحقش، عايش يمشي في الثلج وكذا، مخلوق ليها، مخلوق لهذيك، مخلوق للدنيا. دوك انت تلقى حمار ولا بغل ولا كذا هايشه، تلقاها قاعده في الشمس عادي ويضربها البرد عادي. كاش ما شفت انت في يوم من الايام كبش هكذا داير الكاشني ولابس وكذا يقول لك البرد اليوم والله البرد، ما يسحقهاش. مخلوق مخلوق رجله رجله ما يلبس صباط، خالقه ربي للدنيا. فلذلك هو يعيش لها، الهيئه نتاعو الفيزيائيه مخلوقه للدنيا. احنا لا لا، احنا ما خلقنا ربي الجنه، خلقنا واحد الجو، ما راهو السخانه ما هو البرد، هذاك الجو اللي احنا نعيشوه ان شاء الله في الجنه. ما كاين لا شمس ما كاين والو، كي جينا نلقينا سخانه، سخانه لازم كليماتيزور، لازم كذا البحر، لازم نروح نبردوا شويه الظل، خاطش احنا ماناش تاع سخانه، احنا تاع الجنه. ومن بعد جا البرد، لازم نلبسوا، لازم كاس دو في، لازم سخانه. علاه؟ لانه احنا ماناش تاع البرد، احنا من الله ما خلقنا لهذا الشيء هذا. احنا الاصل تاعنا رانا الفوق، ولذلك احنا القصه وما فيها، احنا رانا قاعدين هنا دوك شوف مولاها ربي واش درنا، درنا واحد لامورتيسور نقدروا نعيشوا به. الاسلام يخليك تعيش واحد لامورتيسور، تعيش تامورتي. علاش؟ واحد تلقى الناس في ذو طرود، تدخل سياره في سياره وتلقى الناس تقول راحت سياره شحال؟ 300 مليون راحت، وهذه شحال؟ 600 مليون راحت. غير الخير ده قول لك سلامت راسك. ايوا كيف سلامت راسك السيد 600 مليون راحت الاودي. كيفاش راحت هذه الاودي تقول لي سلامت راسك؟ قول له سلامات الحمد لله قدر الله ما شاء الله، اللي اعطاك اليوم يزيد لك غدوه. وتمشي شويه يبلعها الانسان، تروح عند انسان مات وليده. تقول له وليدك هذا اللي مات كذا منا، يقول لك ربي دا امانته يا خويا تاع ربي. عندنا واحد الحاجه تامورتينا، في حين انك لما تشوف ناس ما يامنوش بالقضاء والقدر، ما يامنوش بالله، كي يديها يروح ينتحر. كي يدي ضربه يروح ينتحر، يقول لك علاه ديت انا الضربه، يروح ينتحر. ما عندوش الايمان اللي يقدر يمشي بحواله. احنا رانا نمشوا حوالنا بالايمان، رانا نقولوا معليش قدر الله فرات هذه الامور، معليش يعوضنا ربي، اللي عطاهم يزيد يعطينا، والدراهم على احنا نجيبهم ولا يجيبونا. نهضروا واحد الكلام اللي نقدروا نمشوا به حوالنا، ما نهبلوش ما نتحروش. تقدر تمشيها تبلعها واعره، تدي ضربه كبيره وما تموتش وما تنتحرش. علاه؟ لانك عندك ايمانك بربي سبحانه وتعالى، وعارف ان الدنيا هذه راهي ماشيه برك، ومن بعد كما كان الحال نلاقيو مولانا سبحانه وتعالى. ولهذا يا اخواني الكرام، الكافر واش دار؟ الكافر قال عليهم ربي سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كاين بعض الناس والعياذ بالله كي تجيب كبش العيد صباح ربي في عيد الأضحى وتحطوا عاد 8 راح تذبحوا أنت، عاد 8 راك موجود تذبحوا، عاد 7 ونص وكان تجيب له ياكل ياكل نورمال. بصح العاقل، الإنسان العاقل لو كان تجي له في الليل تقول له راح يحكم عليك بالإعدام غدوة صباح 8، يرقد في الليلة هذيك ولا ما يرقدش؟ ما يرقدش، عاقل ويفكر يقول لك أنا غدوة 8 كش نرقد أنا؟ لازم نستغفر، لازم ندير، لازم شوف حل بك نهرب بالك ندير حاجة، يبقى يفكر، مستحيل يرقد. لذلك الآن مثلنا ومثل الكفار في الدنيا كمثل هذاك وهذاك. الكفار الآن واش راهم يديروا؟ ماكل شارب كذا تجيه الموت في لحظة، تجيه الموت أو كيما الكبش هذاك تاع العيد، يأكل والنار مثوى لهم. هو رايح للنار، عمره ما فكر قال علاه خلقنا ربي؟ شنو نديروه؟ شنو قاعدين نديروه هنا؟ لازم نشوفوا علاه خلقنا الله، وش يحوس من عندنا؟ علاه درنا البحر هذا والشجر ونوضوا ونرقدوا نوضوا ونرقدوا؟ علاه؟ وش كاين؟ وش الحكايه؟ باش نعبدوه، باش نحقوا البطوله ونحقوا الخلافه في الارض، باش نقدروا نطبقوا دين الله في الارض. على هذيك نزل علينا المطر واحيا لنا النبات واعطانا البحار واعطانا المناظر الجميله واعطانا الصحه والعافيه. على هذيك قلنا هايك الماتريال هاو لي فريد ميسيون اخدموا يخدموا، وحنا نأديو لهذيك المهمه ندخلوا الجنه. الكافر يوم القيامه يجوا يقولوا خلاص اذهبتم طيباتكم في الحياه الدنيا، خلاص ولي زينتي كلوها في الدنيا. الكافر كيجي يوم القيامه ما عندوش نصيب، هو النصيب تاعو كيدير الخير يديها دركا، على هذيك وفي جنه دركا، هما ربي يخلصهم في الدنيا. القانون تاع الكافر، القانون تاع المسلم ماشي كيفيف. انت تقدر دوكا تصلي وتدي اكسيدون، ربي يعافينا ويعافيك. تقدر تخرج من الجامع تدي ضربه، تقول كيفاش انا نصلي كيفاش يسرقوني؟ كيفاش قاري الطوموبيل دخلت نصلي يسرقوني؟ نورمالمون ربي يوقف معايا، كيفاش يسرقوني؟ ربي قال لك القانون هذا مع هذا ما يتلاقاوش، انت مسلم. انت مسلم، انت المكافأة تاعك ماشي دنيوية أخروية. بصح الكافر يديها لازم يخلص، لأنه ربي ما يظلمش. الكافر يجوز يقدر يدير جمعية خيرية ولا لا لا. يقدر يحسن الى الناس، الكافر يقدر يوكل المسكين، يقدر يروح لعند متشرد يكسر بيع عليهم كاسكروطات، نورمال عادي.
هذاك الكافر الخير تاعو اللي داروا ربي ما يضيعهولوش، يخلصوا في الدنيا، يعطيهم له دراهم، يعطيهم له صحه، يعطيهم له كلش الزين، كلش يعطيهم له في الدنيا ديالهم. يوم القيامه كيجي هو كافر، كفر بربي، ما يامنش بالله، كيجي يوم القيامه يقول له ربي طيبات نتاعكم واش اذهبتموهم في الدنيا؟ خلاص كونسوموتيهم، خلاص استهلكتوهم، خلاصوا دوكا عندكم حاجه يوم القيامه تدخلوا جهنم. ولذلك الكافر كان يعيش بلا عقل، ما عندوش عقل، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها. كيما بعض العصاة عندنا تقولوا انت تفهم ولا ما تفهمش، راك تبكي في يماك، واش بيك انت؟ كل يوم الشرطه يدخلوا يحوسوا داركم، يماك مسكينه تبهدلت، بابك تبهدل، انت تفكر ولا ماكش تفكر؟ ما كاش مسكين والو، هدر ولا ريح، الله يعافينا. هذاك الانسان كيحبس، كيحبس، معناتها هذه وهذه وهذا مبلوكين، حبسوا الله يعافينا، حبسوا. كي حبسوا واش دار؟ تحول من انسان الى بهيمه، ولا عايش عيش لافي، دير واش حبيت، ازهى الموت كاينه، ما عندوش حدود، ما عندوش حدود. خلينا نعيشوا، شت هذوك خلينا نعيشوا، يظنون الحياه في غير طاعه الله. هذاك خليني نعيش ينتق كيما حبوا يديروا لنا دركا المثليه والنسويه و و و، حبوا يخرجونا من حياه الانسانيه الى حياه البهيميه. كي يعيش الانسان كالبهيمه يوم القيامه واش يتمنى؟ يتمنى يكون عنده مصير كيما البهيمه. الكافر النهار يقعد يتفرج هو في جهنم، شوف هذاك راح الجنه، ايه هذوك كانوا يصلوا راحوا الجنه، والبهائم هذوك اللي كنت عايش كيما هما وين راهم؟ ربي عز وجل ياتي بهم كامل، البهائم المعيز والغنم كلش كلش والدجاج كلش كلش، يجيبهم ربي كامل كيما راهم ويقول لهم كونوا ترابا. الكافر كي يرى اللقطه هذيك تاع كونوا ترابا، يقول لك هذيك البقره وهذيك الاحمر وهذوك كذا ولاو تراب، يقول يا ليتني كنت ترابا. هو ثاني يتمنى يكون تراب، علاه؟ لانه كانت عنده حياه تاع البهايم، حب يتمنى الاخره كيما هما، وعلى ذلك يقول يا ليتني كنت ترابا، ربي ما قالهاش هذاك برك. فلذلك انت الان كي تخرج من حياه البهيميه عندك عقل تفكر بها، اول حاجه تخرجك من حياه البهيميه تخدم العقل، ما تخليش يحبس، ابدا خدم. قال شوف هذا قدامي كان عايش كيما انا، شوف المصير تاعو، يا لطيف يا حبس يا انتحار، يا يجيب العار والديه، يا انسان يموت مقتول، يا لطيف انا الطريقه اللي ما نحبهاش، يا اوفر دوز يا حاجه، يا بابا شوف النهايه. كاش واحد خلصت عليه مليحه، كاش واحد يبيع عاش مليح، كاش واحد يشرب عاش مليح، كاش واحد راهو يحارب في ربي عاش مليح، ما كاش. اذا انا نكون عندي عقل، ماهوش عايشين مليح هادو، ومالناش عايشين مليح، هكذا لازم نقولوا، هكذا نقولوا هذا الكلام، ما نضحكش على روحي، ما نضحكش نقول انا لا 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 باس نحس ما شاء الله، والله نشوه والله كذا، لا تضحكش، ما تضحكش على روحك. ولهذا شوف خطره واحد الناس صارت مصيبه، جاو سته من الناس، واحد فيهم هو الكبير، هو القائد الكبير، مساك الناس تاع مخدرات ويقطعوا الطريق ويجريسيوا الناس، يديروا حوايج كبار، قعدوا معايا. قال لي حبينا نتكلموا معاك نجوا نقدروا، ما قدروش ندخلوا الجامعه، قلت له ادخل ادخل اروح. دخلتهم المقصوره وقعدت نقصر معاهم. قال لي شوف بديت نحكي معاهم، واحد قال لي لا لا والله غير حنايا، شوف الناس ما يفهموناش برك، ما لقيناش. بعد نطق هذاك المسكين الكبير فيهم، قال لهم حبسوا حبسوا كيما راكم، حبسوا، يعني مسكين قال كلمه تاع الحق، قال لهم حبسوا كاع كيما راكم. قال لي شوف الشيخ نقول لك واحد حاجه، قال لي تعرف البهايم؟ قال لي احنا تحت البهايم، قال لي هذه الخلاصه، هذا واش قال لي؟ قال لي بدا نصح دوك، يعني شوف عارف روحه وراه ماشي مسكين. قال لي نسال الله يتوب عليهم جميعا. قال لي شوف، قال لي احنا قال لي والله الذي لا اله غيره، دوك كان جينا بهايم رانا ملاح. قال لي خلاص درنا كلش، قال لي البهيمه يتسبح، قال لي البهيمه كنت تروح ليها يتسبح، وان من شيء الا يسبح بحمده. قال لي احنا من نسبوا ربي، منين نوضوا احنا نسبوا في ربي؟ قال لي رانا عايشين بحياه انهم الا كالانعام بينهم اضل. قال لي اذا احنا دير في بالك بلي ماناش طايق مليح، قال لي لازم نعترفوا بلي ماناش ملاح. قلت له انت تفكر، انت ماكش بهيم، انت عندك عقل، ما دام راك تفكر بهذه الطريقه عندك عقل. اذا الان كي شوف تبدا تعرف بلي ماكش مليح، تعرف بلي الطريقه دي ما تخرجش، خلاص راك مشيت، ها قدرت خطوه المخيره كامله اللي واحد ما يديرها الا انت، الا انت اللي ديرها، واحد ما يحطو في بلاصتك، واحد ما يقدر يدير لك حتى حاجه. ونسال الله يهدينا جميعا. امين. هضرنا بزاف، ونسال الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات ما تروحش هباء منثورا. نسال الله كما انا ادعو في كل مجلس، الله يخرج من هذا المجلس منهم افضل منا واحسن منا ان شاء الله. الله يخرج منهم ان شاء الله الناس الصالحين والعلماء الربانيين
الله يتوب علينا جميعا يا رب العالمين. هذه ذنوب ليست أعظم من الله. ودير مليح في بالك، أي مشكلة يجي بالك الشيطان يقول لك صح أنت عندك مشاكل، لا غالب أنت على بالك هو وقاعد هما جماعة لا تقلق هم قاعدين لا بس عليهم يقول لك هما في كليماتيزور وكذا على هذيكم يهدروا هكذاك، يقول لك أنا وكان يجي يشوف المشاكل تاعي. شوف أي هم يعيشه الإنسان فالله أكبر منه. احنا كي ندخلوا للصلاة نصلوا، وشنو هو الذكر اللي نكثروا منه بزاف؟ وشنو هو؟ الله أكبر. طالعين هابطين الله أكبر الله أكبر، المؤذن الله أكبر الله أكبر، وعليها الله أكبر هذه علاه؟ حاب يقول لك ربي عز وجل اتصل بي فأنا أكبر من كل شيء. أروح اتصل بي، أروح حبس كلش، أغلق الحانوت وحبس المشاكل تاعك، أروح حي على الصلاة حي الفلاح، أروح لعندي دير معايا واحد اللقاء 5 مرات في اليوم والليلة وأنا نحلها لك، أنا نمشيها لك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الطريق المليحة عمرك ما تحسب لها أنت، دائما لا يحتسب الرزق، دائما من حيث لا يحتسب. واحد فينا ما راه يخدم واش كان ناوي كي كان صغير، واحد فينا ما رزق روحه باش طارتو، لو كان جا الرزق بالقوة لو كان راه البغل هو الغالي فينا. وإنما الرزق هذا يعطيه مولانا سبحانه وتعالى، وإنما نحن نبطش في الأرض ونخرجوا ونمشوا ونسعى ونديروا أشياء، وربي مولاها سبحانه وتعالى يغني من يشاء ويفقر من يشاء، والحكمة من ربنا عز وجل. ولكن كان واحد الحاجة، كان الرضا، كان السكينة، كان واحد الطمأنينة، كان واحد راحة البال، هذيك ما نلقاوها عند مولانا سبحانه وتعالى فقط. هذيك ما نلقاوهاش إلا بأن نرتمي عند عتبة الرحمن. كي تروح انتايا ترمي وجهك عند ربي سبحانه وتعالى وتذل نفسك لله راح تولي عندك العزة. ولذلك شوف ربي قال لك نعطيك واحد القانون العكسي يسميوه، القانون العكسي، كل ما تذل نفسك ليا نعزك، وكل ما تذل نفسك ليا نقربك عندي. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. احنا السجود هذا هو الهيئة التي يكون فيها الإنسان أذل ما يكون، يعني العورة تاعو عالية على راسه، عورته نجسته عالية على راسه، وراسه وين راه؟ راسك هذاك اللي يهزو نتايا وتجملو وتحوس عليه اللي هو ليدونتيفيكاسيون تاعك، التعريف تاعك هو وجهك، هو كلش، هو في بطاقة التعريف، وهو اللي يطلم السيارة، وهو يشوفه في التروفيزور، هو كلش وجهك. قولوا دير الوجه هذاك، الوجه هذاك انت تحكمه كيما راه هكذا، وتمرغه في المكان تاع الصباط نتاعك، في مكان الناس كامل تعفس فيه. ليه من درت هذه؟ ليه منك داير هذه؟ لله سبحانه وتعالى. حبيت تقولوا يا ربي انا والله ما نسوى حاجة، ها وجهي ها نحطه لك للارض هنا. ثم ربي قال لك هذه الحالة انت راك اقرب الي، ادعي ادعو الله تبارك وتعالى، خلاص يقول لك هنا راك انت المخير. اذا احنا كل ما نذلوا نفوسنا ربي كل ما يعزنا الله، كل ما نحسوا روحنا مذلولين ربي كل ما يقوينا الله، كل ما نعتصموا بالله كل ما ربي يثبتنا اكثر واكثر. اما انك انت انا وانا وانا غير تقول انا ربي يتخلى عليك، قالها فرعون ولا لا؟ قال انا ربكم الاعلى، غرقوا ربي، قال هذه الانهار تجري من تحتي غرق فيها مات فيها. وموسى عليه السلام قال كلا ان معي ربي سيهدين، ربي سلكها له. كي يقولوا ربي معنا، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع وليد حومه ابو بكر اولاد من المنطقه يعرفوها شبر بشبر، هربوا من قريش وتخبوا في غار ثور، وفي زوج كما يقولوا احنا دي كونيسور يعرفوا الطريق وكما مرحيين كما نقولوا احنا، ما قالوش راك مع اخوك هنا، ما قالوش راك مع اخوك هناك، ما انا مرحي هنايا ما تخافش راك معايا والو، قالوا ان الله معنا، ما كاين والو، انا والو انت والو، غير مولاها برك ربي وخلاص. اذا انت رزقك هذا تقول انا شاطر جبت هذه كذا، يا ربي اليوم معك برك، وانت القوه تاعك والشطاره تاعك كل فاهمه يا ربي، وانت الهدايه تاعك باش رحت صليت ربي بك هو يعاونك، هذا ما كان ربي يعاون فيك انت والو، توكل ينحي عليك ربي العنايه تروح تسكر. فاذا الان واحد فينا ما راه عنده قوه الا بالله، ولذلك احسن الذكر المكتوب عند الله وشنو هو؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كل ما تقولها يفتح عليك الله، ما عندنا والو احنا والله ما عندنا قوه، عايشين بمولانا سبحانه وتعالى. القوة قوة الله، والرحمة رحمة الله، والتيسير يجي من عند الله، والخزائن عند الله. ولذلك إذا سألت فاسأل الله، ما كاش واحد يعطيك غير مولانا سبحانه وتعالى. فإذا ما تبخلوش على نفوسكم، إذا كنت غارق في حاجة قول يا ربي توب عليا. أنا دائما نقول ولو تكون سكران قول يا ربي توب عليا، خليها آخر سكرة يا ربي، ما تجيش تخليني نسكر، أنا حاب نتوب لك، مانيش حاب الموت هكذا. أتكلم مع الله، تكلم معه، تكلم معه حتى يعلم أنك أنت تحتاجه. ولذلك نادانا الله، نادانا وأعطانا شعار
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما كاش واحد فينا غني من دون الله سبحانه وتعالى. إذن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه الكلمات تخرج من القلب. نسأل الله يرزقنا الإخلاص وتكون لحقت إلى قلب العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الله بها القلوب هذه التي تريد الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن والله يا إخواني الكرام ما رانا نخرجوا للناس ونتكلموا مع الناس إلا شفقة بهم ورحمة بهم. أنا ما نتمناش نشوف واحد يعصي في ربي وأنا اللي نطيح فيه. ما نتمناش أن واحد يموت سكنا. ما نتمناش إنسان أنه يموت هو يعصي في ربي عز وجل. ما نتمناش وحدة بنت الناس تتفضح ولا تموت فاجرة ولا تموت متبرجة ولا تموت ترك الصلاة. ما نتمناها حتى إنسان. على أنا هذاك دوك اللي راه يسطح في الديسكوتيك ومغيرني وشوف هو يزهان أنا قاعد نتعذب راني نحس فيه مسكين غيط. أنا نتمنى هذاك الإنسان مسكين يوم من الأيام يبكي ويجي يتوب إلى الله. نتمناه يجي هذاك الإنسان يولي خير منا ويهدي الناس خير منا. وعلاه لا لا. لذلك الله عز وجل رحمته واسعة وما تحضرش نفسك. أنت برك راك معطلها بالك بحبة كاشي أو حابس كلش. قادر هذيك الحبة كاشي كي تحبسها يبان قوة الاختراع تاعك بالك تختار شيء معين تنفع به البلاد والعباد. بالك كي تحبس حبة كاشي تولي أحسن الناس برا بوالديهم. بالك كي تحبس حبة كاشي بالك تولي أحسن الناس تقوى تحفظ قرآن تحفظ الناس تعلم الخير تنقي الأمة من هذه الفساد الموجود. الأمة تحتاجنا. أنتك معطل روحك برك أنتك حاقر نفسك دير روحك ما تسواش. أنت اللي حطيت روحك في واحد المكانة ربي كرمك على تحط روحك فيها. قاعد تقول أنا ناكل وأنا نشرب وأنا ندير وأنا كذا وأنا ما عدناش مستقبل ما عدناش ما عدناش. وشكون هذا اللي حاكم المستقبل وريهولي شكون. هنا ربي سبحانه وتعالى. وعلى راك رايح بعيد راه عندك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقريب ليك دوره قدامك. أدعوه الله تبارك وتعالى لماذا أنت تعرض عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. الله يديم علينا الستر. ونسأل الله كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. والله أعلم والحمد لله رب العالمين. جزاك الله كل خير شيخنا. أصرت على نفسي ونيابة على هذه الوجوه. نفع الله بك دائما وبهذه اللغة البسيطة.